نطل عليكم من خلال عدد متجدد من برنامج صباح الشروق. يا أحلى ناس، نرحب بكم أنا زميلتي إيمان ككل صباح. أهلا إيمان. صباح الخير لطفية. صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. كل شخص يسنانا وينتظرنا من الثامنة لغاية العاشرة والنصف بإذن الله. أنا معكم في خدمات متنوعة ومحطات مختلفة، إن شاء الله تلقوا معنا كل فائدة والاستفادة من خلال المواضيع اللي اخترناها لنهار اليوم. اللي راكم تشربوا في القهوة كما لطفية نقول لكم بصحتكم، استغلوها استمتعوا بها وقعدوا معنا. واللي راكم خارجين نقول لكم طريق سلامة وروحوا بالعقل برك. واللي راكم في البيت بقاو معنا حتى العشرة ونص إن شاء الله. تقدروا أيضا تفعلوا معنا عبر ارقام الهاتف اللي احتضار اسفل الشاشه، ولا حتى عبر تطبيق الواتساب او مختلف صفحات قناه الشروق على مواقع التواصل الاجتماعي. نتعرف مع بعض على ابرز العناوين، تفضلوا. هذا واكثر، اضافه الى مواضيع اخرى واضافه ايضا الى موضوعنا التفاعلي. اليوم اخترنا انه يكون مثل شعبي اللي هو كب القدره على فمها تطلع طفله لمها، اذا كنتم مع او ضد هذا المثل الشعبي. ولدينا الكثير والعديد من الضيوف المميزين راح ينورونا باطلالتهم من خلال عدد اليوم من برنامج صباح الشروق. حضرونا انفسكم يا ناس يا طيبين، كثرونا من اتصالاتكم، سمعونا اصواتكم، خلينا نتعرف عليكم وعلى انشغالاتكم او اي توصيه مرحب بها في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. رقم التليفون الوحيد والاوحد ظاهر اسفل الشاشه، يمكن للجميع التواصل معنا من خلاله. زياره موقعنا الرسمي الخاص بقناه الشروق تي في ايضا متاح للجميع. اول مكالمه واتصال هاتفي معنا في هذا الصباح. يا صباح الخير. الو. صباح الخير. صباح النور. اهلا مرحبا. ايتين بك وشراكم؟ والله الحمد لله بألف خير. حبيت برك نتصل معاكم، يعني دائما نتفرجكم صح ولا مره، يعني جات في بالي نتصل اليوم. شاركت اول خطره يعني كلمتكم خفيف لي زين. محظوظين باتصالك معنا اليوم. تعرفوا عليك اكثر؟ ام هبه من الجزائر العاصمه. يا اهلا وسهلا بك وبهبه وبكل ناسنا وحبابنا واهالينا من العاصمه. الله يسلمك. تبعتي المواضيع اللي عرضناها لكم لنهار اليوم؟ شفت شويه ماشي كامل، شفت الاعراض اللي كان عند الاطفال، وهذا الشيء كنت نعاني منه بزاف عند بنتي كي كانت 4 سنين 5 سنين، بصح غير كبرت شويه راح لها وحده يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اكيد في مواضيع اخرى. موضوعنا التفاعلي اليوم هو مثل شعبي، مباش ولا سمعتينا قلنا كب القدره على فمها تطلع طفله لامها. وش رايك في هذا المثل، صح ولا لا؟ ما شكيتش يعني في اغلب الاحيان انا شفت طفله بلي تخرج لعمتها. لعمتها؟ ايه تخرج لعمتها. علاش؟ خرجوا لعمتها. علاش ربطتيها بالعمه؟ خاطر انا ماركيت بناتي، انا جايه شغل قيلة هكا بناتي خفاف كثير خاطر كعمتهم ثاني هكا دايره. بالك قرب ليها بزاف لعمتهم؟ لا لا والله والو، يعني ماشي قراب لعمتهم بزاف. ماشي قراب بصح وراثيا نشوفهم باللي عمتهم. الدم يجبد، الجينات تجبد. شحال في عمرهم بناتك؟ شحال؟ عندي وحده سنه 9 8 سنين وواحده سنه اولى 6 سنين. اها مازالهم صغار، مازال ما تقدريش تحكميه عليهم. صح كيكبروا بالك. ولا غير نسيي يعني بوسيبل يعني نوجه شغل نسيي نتحكم في التصرفات تاعهم، بصح شغل شي حاجه كي تكون وراثيين ولا ما تبغي تحكمي فيها. طفله عاده تتغير مع الوقت كي تكبر، يعني احيانا هذيك الخفه تولي لها رزانه. اي مادا بينا ان شاء الله. وتجي قريبه لامها بزاف، لانه الام تهتم اكثر شيء بالبنت. ايه الطفله حبيبه يماها. صح. ولا بالبنت اكثر، يعني تهتم بال كيفاش بالتصرفات شغل من هذيك كيفاش نقولوا ابسط الاشياء تهتم لها اكثر من الطفل. الطفل تقول لك شغل عادي. طفله حنينه. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. يعني ولا نشارك معكم السؤال تاعي تطرحوه من بعد على الاخصائيه النفسانيه تاع الاطفال. ايه. عندي بنتي سنه اولى تعاود بزاف وقت كيفاش نقولوا شغل الحاجه اللي تشوفها بعينها تعاودها. اه. حب تقلد.
تقل. شوف مثلا الواحد يحك عينه تولي هي فيها طبيعه، واللي فيها طبيعه يحك عينها. هذا ربما عامل نفسي اكثر منه عضوي نظننا. ايه تقلد بزاف وتبقى فيها شغل عاده. ما نقولها نحيها نحيها تبقى فيها عاده. اليوم عندنا اخصائيه نفسانيه؟ لا لا، لكن غدا ان شاء الله حتكون معنا محطه نفسانيه، اكيد راح نتناولوا الموضوع ان شاء الله. شكرا لكم هبه. كاش ما توصينا حاجه واحده اخرى؟ لا صحيح، يعطيكم الصحه على هذا البرنامج، يعني والله يساعد بزاف النساء المكيفات في البيت، يعني اللي ما عندهمش، يعني سيرتو النساء اللي ما عندهمش كيفاش يتواصلوا مع اخصائيين نفسانيين ولا يعني ولا الطبيب، يعني ماشي دائما يروحوا هناك نتعاونوهم. ما شاء الله يعطيكم الصحه. الحمد لله، هذه مهمتنا وظيفتنا اكيد، ويسعدنا كثيرا ان نقدم لكم خدماتنا. شكرا على اتصالك وفرحنا بزاف بمكالمتك. شكرا لك. شكرا. شكرا. يا ناس طيبين، مازلنا مكملين معكم في استعراض فقراتنا ومحطتنا. راح ننطلق على بركه الله في تقديم خدماتنا لاحلى جمهور، التي ستكون بدايتها ببعض الحركات الرياضيه من امضاء الكوتش منير بوشاوي. يبقى معنا. مع الخير عليكم، مرحبا بكم في الفقرة الرياضية مع الكوتش منير بوشاوي في حصة صباح الشروق. ليكيب اليوم واش راح نخدموا؟ راح نخدموا عضلة المحبوبة لدى الكثيرين. وشنو هي؟ عضلة البطن. التمارين اللي راح نخدموها راح دير لنا تقوية العضلات تاع البطن تاعنا، ماشي راح تنحي لاكراس لاكراس ولا باش نحيو البطن الكبير هذاك ولا، راح لازم تكون فيه حمية غذائية. هذيك معلومة برك لازم تعرفوها، لازم حمية غذائية خصيصا لكل واحد فيكم هكذا باش يعني نيفيتي ولا نحيو هذيك الكرش هذيك اللي نعرفوها. هذه التمارين راح نقويو بها العضلات تاع البطن. نسحقوا طابي اليوم اكيد برشو، راح نخدموا اصول. قبل ما نهبطوا اصول نديروا شويه تسخينه تاع تقريبا العضلات اللي راح نخدموهم، ونتكلوا على ربي. نبداو لهنايا يمين يسار، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا كروشي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. vers le bas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نحبسوا لهنايا نخدم يمين يسار. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يديا هنايا نسي ندير روتاسيون دروا ديوش 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بلا ما نطولوا ليكيب، جيبوا لي طابي تاعنا ولا واش عندكم انتوما في الدار زربيه ديالكم، تقدر ما حتى في الارض تقدر تخدم. تمارين بسيطه ليكيب لكن شنو مهمه ومفيده. راح نبداو بالتمرين الاول، تمرين جد وبسيط. يا ربي بسم الله. الوغ رجلي راح يكونوا سي يقربوا ماكسيموم لهنايا، يكونوا في ليشي، نحط ظهري ويدي يكونوا لهنا، نسي نغاردي يعني الرقبه تاعي ما تزوج بزاف بزاف كي يكون نخدم، نسي نفيكسيها يعني النظر تاعي يكون للاعلى للسقف ولا للسماء. واش ندير؟ نسي نطلع هنا، نطلع اعلى الظهر نعاود نهبط 1 2 3. ليكيب لكم تلاحظوا فيا ما رانيش نطلع بزاف، راني نديكولي شويه بك لي زيبول تاعي يعني الاعلى تاع الظهر نعاود نهبط. كي نطلع نسي كونتراكتي بيان لهنايا عضلات البطن تاعي نعاود نهبط. التنفس تاعي ما ننساش كي نهبط نشق وين نطلع نسي نخرج ماكسيموم. نحسب عندكم من 10 حتى ل 20، لكن وشنو اربع مجموعات. انا المتقدمين نقول لكم ديروا 20 خطره في المجموعه وتضربوها في اربعه، يعني ديروا اربع مجموعات. واللي ماشي قادرين المبتدئين اللي عندهم وزن زائد عادي تقدروا ديروا من 10 واش تقدروا 10 15، لكن وشنو لازم بك تقسموهم على مجموعات. نروحوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش راح يكون فيه؟ راح نسي نبقى لهنايا في الوضعيه هذه راكم تشوفوا فيها، يدي محطوطين، نسي نبونشي روحي شويه للخلف. واش ندير؟ راح نخدم هنا نجيب الجينو عند صدري ونعاود نطبع يمين يسار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نكملوا 20 خطره ولا 10 كما قلنا للمبتدئين، لكن واش دائما انا نركز على المجموعات، يعني مجموعه اولى نديروا 30 حتى 40 ثانيه
راحه، نعاودوا مجموعه ثانيه، نزيدوا نريو راحه 30 40 ثانيه، الثالثه والرابعه. هذا كان التمرين الثاني. نروحوا للتمرين الثالث ولا نديروا لوبسيون فاسيل دابور. لوبسيون فاسيل سي شنو هي؟ نحط رجليا ونجبد خطره يمين خطره يسار. هذه خصيصا بوكو بلوس للناس يعني اللي راهم بوزن زائد، حتى على بالهم ما يقدروش يطلعوا رجليهم، ما يقدروش يقاديو هذا الاكزارسيس، يحطوا يديهم لهنايا. هذا التمرين الثاني، التمرين الثاني عفوا. نروحوا للتمرين الثالث واش يكون فيه؟ يكونوا فيه لي بتي باتمون لهنا برك، نسي نطبع يعني الاصابع تاعي القدام ونخدم هنايا، نطلع ونهبط، نخليهم ابي بري 10 سنتيمتر على لو سول، ونسي نطلع ونهبط لهنا. نفس الشيء نحسب 20 خطره ولا هنا نخدموا حتى 30 عفوا، باسكو راح نخدمهم شويه رابيد. كي نكملوا 30 نديروا مده الراحه ما بين المجموعه 30 40 ثانيه، ونكملوا المجموعه الثانيه، ونكملوا المجموعه الثانيه. الناس ما نقدرش عادي نطلع هنا واحده اثنين، باسكو كيما قلنا على بالي ليام بوزن زائد ما يقدروش يطلعوا رجليهم. نحط رجلي كومبليتمون لو سول عاود نطلعها، ونالتيرني اون فوا دروات اون فوا غوش. هذا كان اخر تمرين مشاهدينا الكرام. واش نزيدوا نديروا؟ نديروا ايتير تاع العضله التي كنا نخدموا فيهم، ونكونوا هكذا كملنا الفقره تاعنا تاع اليوم. نسي نحط يدي لهنا ونخلي البطن تاعي يهبط لتحت يعني للارض، نعاود نجبد لهنا. بيان، نسي نكسر الماكسيموم يديا، نطلع لهنايا، نسي نحكم يعني البواني ديالي ونجبد في الجهه المعاكسه، نزيدو الجهه الاخرى. ترافي نطبع الاعلى، ايكارتيو لهنايا ليكيب. اخر حركه اللي هي اللي درناها دوكا ليكيب. مشاهدينا الكرام واش نقول لكم؟ نعطيكم موعد الفقره القادمه ان شاء الله، وجهوا لروحتكم، نفس جديد، موتيفاسيون جديده. اذا كان في تساؤلات دائما كما نقولوا تلقاهم على صفحه الانستغرام اللي هي بوشاي موني، ولا صفحه الفيسبوك. بقاو على خير، السلام عليكم، تهلاو في روتي. نشكر الكوتش منير بوشاوي على هذا الاجتهاد وهذه الحركات الرياضية، له فضل كبير أكيد في تعليم كل شخص ماكث في البيت بعض التقنيات الخاصة كرياضة نوظفها في حياتنا اليومية. سنوظف العديد والكثير من المعلومات من خلال برنامجنا الصباحي صباح الشروق بحضور الكثير والعديد من الأخصائيين في مختلف المجالات. للعلم والعلماء أو للعلماء المسلمين فضل كبير على البشرية. سنستعرض وإياكم موضوع فضائل العلماء وطريقة التعامل مع علمائنا من خلال محطة الدين معاملة وحضور الدكتور إلياس عمروش باحث في الفقه الإسلامي. أهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا. الباحث في الفكر الإسلامي دكتور إلياس عمروش حاضر معنا هذا الصباح، أسعد الله صباحك بكل خير. صباحكم سعيد وكل يوم وأنتم بألف خير إن شاء الله. اليوم سنقف عند فضل العلماء. جاء في الحديث النبوي أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة صفوة البشر في العلم، فهي لها من مفخرة ومكرمة. الإسلام أو الدول الإسلامية خصت البشرية بعديد وكثير الأسماء من العلماء ولهم فضائل كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، حين نتحدث عن العلماء فإننا نتحدث عن بنات الحضارة الإنسانية، فإن الحضارة إنما تبنى على العلماء ولا تبنى على الجهال. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. العلماء سيدي الكريم كما ذكرتم هم صفوة الورثة للأنبياء عليهم السلام. عليهم السلام. إذا جئنا إلى واقعنا اليوم نجد أن المجتمعات تختلف في التعامل مع العلماء. نجد مجتمعات تعظم علماءها وتقدرهم وتعطيهم أهمية بالغة، لأنها تعلم بأن الحضارة لا تبنى إلا على أيديهم. ونجد للأسف الشديد مجتمعات أخرى تهمل دور العلماء ولا تحسن التعامل معهم. والحقيقة أن المجتمعات الغربية لم تسبقنا إلى حسن الأدب مع العلماء، بل الإسلام بين فضل العلماء وأمر بتعظيمهم وإجلالهم وتوقيرهم. إذا قرأنا سيدي الكريم القرآن الكريم
وجدنا بأن الحق سبحانه وتعالى مدح عباده العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أكثر الناس خشية للحق سبحانه وتعالى وطاعة له، ووعدهم الله تعالى برفع درجاتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونقرأ آية أخرى هي الفيصل في هذا كله، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يمكن أن تساوي بين العالم والجاهل في المكانة، لأن العالم هو الذي يوضح لك الدين والدنيا، لولا العالم ما استطاع أحد منا أن يعبد الله حق عبادته ولا أن يداوي أمراضه ولا أن يبني بيوته، كل هذه الأشكال الحضارية إنما يبنيها العالم ولا يبنيها غيره. كيف يجب أن تكون المعاملة أو التعامل مع العلماء؟ أولا قبل أن نتحدث عن كيفية التعامل أحب أن أذكر حديثا طويلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عظيم لخص لنا كيف يجب أن يكون العالم وما هو الأجر الذي يناله العالم وكيف تتعامل السماوات والأرض مع العالم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأبو داود عن سيدنا أبي الدرداء: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. هذا طالب العلم، طالب العلم فقط، طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، ما شاء الله، حتى الحيتان في الماء، ما شاء الله. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل سيدي الكريم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، الكون كله مشغول بالأدب مع العالم كل لحظة، حتى الحيتان في البحر تستغفر للذي يعلم الناس الخير. ولهذا جاء في حديث آخر: وإن النملة لتستغفر لمعلم الناس الخير. هذا الأجر الذي يناله العالم، ولطالب العلم نصيب منه كما رأينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قد يتساءل الواحد فيقول: بعض الناس يفني حياته في العبادة وفي طاعة الله وفي ذكر الله وفي قيام الليل، ثم يأتي عالم ويأخذ أجر هذا كله وزيادة. قالوا: لأن العابد ينفع نفسه، أما العالم فينفع نفسه وينفع غيره. حتى وإن لم يكن مسلم دكتور؟ شوف سيدي الكريم، إن لم يكن مسلما فإن ما يقدمه من علوم ومن اختراعات يأخذ عليه حظه في الدنيا. تأمل كيف أن العلماء الذين اخترعوا لنا كل هذه التقنيات أخذوا حظهم من الإجلال والتوقير والتعظيم في الدنيا، لكن العالم المسلم الذي يطلب العلم سواء كان هذا العلم شرعيا أو علما دنيويا، الطبيب والمهندس والإمام وغيرهم، الذي يخرج من بيته معلما للناس ويستحضر في ذهنه وفي قلبه بأنه يعبد الله، فإن الله يعطيه أجر الدنيا والآخرة، يأخذ في الدنيا أجره بأن يثني عليه الناس بخير وبأن يكون مرموق المكانة في المجتمع، ثم يجد أجره في الآخرة كما ذكرنا، أجر عظيم لا حد له. ونحن اليوم نتحدث كما قلنا في الحلقة الماضية عن الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، وتحدثنا البارحة عن اليوم العالمي للغة العربية التي حمل العلماء رايتها في كل الأصقاع الإسلامية. هذا أجر العالم وكيفية تعامل السماوات والأرض معه. إذا جئنا كما قلتم إلى العباد، كيف يتعامل العبد مع العالم؟ كيف يتعامل الإنسان مع العالم؟ أولاً، الجزائريون والحمد لله تربوا لقرون على تعظيم العلماء،
على تعظيم الصالحين، وهذا ما عهدنا عليه أجدادنا وما يجب أن نبقى عليه اليوم. لم يكن الجزائري يتخيل نفسه يوما ما يذكر العلماء بسوء، ولم نكن نتخيل أن تلميذا يضرب أستاذه، ولم نكن نتخيل بأن تلميذا في الابتدائية يرشق أستاذه بالحجارة. كل هذا جاء من شيء خطير أحب أن أنبه عليه، وهو قلة التعظيم للعلماء. إذا كانت السماوات والأرض تعظم العالم وتقدسه وتبجله، فكيف بالإنسان؟ هؤلاء العلماء يجب أولا على الإنسان أن يذكرهم بخير، وأن يثمن جهودهم حتى يتشجعوا على مزيد من العطاء. ولذلك إذا قرأنا في التاريخ الإسلامي وجدنا أن المسلمين ضربوا أروع الأمثلة في تعامل المتعلم مع العالم. ذكر أصحاب السير أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا زيد بن ثابت وكان من علماء الصحابة، فأخذ بركاب حصانه يخدمه، فقال سيدنا زيد: ما تصنع يا عبد الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال: أعطني يدك. فأعطاه سيدنا عبد الله يده فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن سيدنا الإمام الشافعي قال: والله كنت أستحي أن أشرب الماء والإمام مالك ينظر إلي أستاذه، ما شاء الله، وكنت إذا جلست في مجلسه أقلب الورقة تقليبا خفيفا حتى لا يصدر ذلك صوتا فيزعج أستاذي، ما شاء الله. وروي أن الإمام أبا حنيفة كان يقول: والله ما مددت رجلي تجاه بيت أستاذي 30 سنة، وكان بيني وبين بيته 7 سكك. تخيل أن لا يمد الطالب رجله وهو في بيته تلقاء بيت أستاذه. ويروى أيضا أن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جلس في مجلس الإمام مالك أطرق برأسه ووضع كفيه على فخذيه كهيئة المتذلل أمام العالم، لأن هذا العالم الذي تعظمه سوف يأتي يوم وتبنى الحضارة على ساعديه. ما يجب أن نقوم به أمام العالم؟ يجب على التلميذ أو على الطالب أو علينا جميعا أن لا نذكر العالم باسمه، وأن لا نكثر عليه الكلام، وأن نستأذنه في الدخول والخروج، وأن نتيح له الفرصة بأن يعيش حياة كريمة. فإننا كما نعلم جميعا في عصر كثرت فيه مصاريف الحياة، يجب أن نقوم بتوفير الإمكانيات للعلماء بما يستحقونه. يجب أن نعيد مكانة العالم كما كانت عليه من قبل. ولهذا يقول الإمام الشافعي: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم له صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما صار كبيرا إذا ردت إليه المحافل. العالم سيد الكريم يجب أن نضعه فوق رؤوسنا، وأن نعظمه، وأن نأمر أبناءنا والصغار بتعظيمه. يجب أن نعلم الطلبة الصغار والتلاميذ بأن هذا الأستاذ الذي يدرسك هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كل هذا سيد. وقد تألمت ألما شديدا حين رأيت بعض الناس ينزعج إذا ذكرنا علماء الجزائر، وكأنه يتنكر لأجداده. وأحب أن أقول بأن هذا الوطن الحبيب لم يبنى إلا على أنقاض العلماء والمجاهدين، قوم قدموا دماءهم خدمة لهذا الأرض وهم ساداتنا الشهداء والمجاهدون، وقوم قدموا حبر أقلامهم خدمة لهذه الأرض التي نتنعم بالعيش فيها. دكتور، تتحدث
عن علماء من جيل مضى فقط. نعم. للجزائر. نعم. لكن للجزائر علماء أيضا. صحيح. في العصر الحالي. صحيح. صح؟ هؤلاء العلماء الذين في العصر الحديث سيدي الكريم يجب أن نعطيهم فرصة للظهور أكثر، يجب أن تمتلئ بهم مدارسنا، أن تمتلئ بهم مساجدنا، أن يمتلئ الإعلام باستضافتهم، لأننا إذا لم نتح الفرصة لهؤلاء العلماء يغادرون ويهاجرون، وهذا ما يسمى اليوم بهجرة الأدمغة. صحيح. هجرة الأدمغة إلى الخارج سيد الكريم ليس فيما أعتقد ليس سببه كره الوطن، حاشا لله، وإنما السبب هو ما رأوه من اهتمام شعوب أخرى بهؤلاء العلماء. حين تذهب إلى شعوب متحضرة إذا رأوا العالم يسير في الطريق يتنحى الجميع له، لأنه عالم، لأنه يأخذ مرتبا محترما، لأنه يسكن بيتا جميلا، فيتشجع على العلم وعلى تعليم الناس. أما إذا كان لا ينال الاحترام فكيف يجلس في مكان لا احترام فيه؟ وأنبه أيضا بأن توقير العالم لا يكون فقط بالظروف المادية، بل حين تخاطبه بألفاظ مهذبة وحين تثني عليه يتشجع، لأن طبع الإنسان يميل إلى الاحترام. أما إن كنت تعامل السفهاء والجهال بطريقة راقية وتعامل العلماء بطريقة سيئة فكيف يبقى العلماء؟ ولهذا إذا أردت أن تعرف مدى تحضر الأمم فانظر إلى كيفية تعاملهم مع علمائهم. ساداتنا الأوائل، وأحب أن أركز دائما على الزمن الماضي لأن الحاضر لا يبنى إلا على الماضي. صحيح. لو أننا تعاملنا مع علمائنا اليوم كما تعامل علماؤنا الأوائل مع كما تعامل الناس مع علمائهم لما صرنا إلى الوضع الذي نحن فيه. وأحب أن أختم بأن تعظيم العالم وحده يكفي لتنال أجرا حتى ولو كنت جاهلا. والذي يعظم العلماء يرزقه الله من بركة هؤلاء العلماء. أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. وأحب أن أخاطب المشاهد الكريم وأقول له: تأمل كيف فاز كلب كرم الله وجوهكم بصحبة أهل الكهف فخلد الله ذكره في القرآن الكريم. صحيح. فكيف بمن يصاحب العلماء ويصاحب الأولياء ويصاحب الصالحين؟ كيف لا يكرمه الله بالمنزلة في الدنيا والآخرة؟ ونحب دائما صحبتك معنا. بارك الله فيكم. في جوارك نلقى الكثير والعروق. تميزنا في كل خدماتنا الصباحية التي نفيد من خلالها أحلى جمهور، ومن بينها أكيد مطبخنا الصباحي مع الشيف نديم والشيف إيمان. أهلا. صباح الخير لطفي. شيف نديم فهمناها شيف إيمان، يعني مليح أنك مليح أنك تستعرفي. تستعرف بي هذه الطوابع. لكن البارح كنت ناجحة ما شاء الله عليك. وين؟ الحلوة هذه. لول البارح. لا الحمد لله كان اللي سياوها. شيف نديم صح بعتولك. صح. كاين الناس اللي سياوها وبعتولي والله. سياوها وبعتولي نديم. عجبتهم والله. من ذاك راح نكتر لهم الافكار ان شاء الله يا ربي. اذا مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم في مطبخ صباح الشروق دائما بامضاء المتميز المتالق الشيف نديم اللي عودنا دائما على افكار جديده وصحيه اكثر شيء. واليوم راح نمشيو بزاف الصحي في الهالتي. نعم. شو راح نستعملوا اليوم شيف نديم؟ اليوم راح نستعملوا الخيار. الخيار. الخيار اللي هو معروف، الخيار كما نقولوا احنا نديروا غير صالاد. هو كانت نستعملوه اصحاب الريجيم بزاف. نعم. خاطر على الخيار نعرفوا عليه هو غني بالفيتامينات، غني بالمعادن، غني بالفيتامين أ، فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين ك. كانت تناول الخيار عصير تاع الخيار قبل ما ترقدي كانت يحمينا من العطش، ما نعطشوش في الليل. يحمي كانت البشره من الجفاف والجسم تاعنا من الجفاف، ما لابو تاعنا ما توليش ناشفه. صافي كي تناولو يديروه كيما نقولوا احنا التجميل، يديروه دي ماسك، يديروه شحال من حاجه. نعم. خاطش على الخيار يقول لك اللي يحمي البشره من الجفاف من الجسم تاعنا، يقينا كانت من السموم اللي موجوده والفضلات الموجوده في الانسان، يقوي المناعه،
صافي الخيار فيه بزاف بزاف لي فيتامين او كما نقول لك صحي 100% ما فيهش عندنا باش ما يديناش قال لنا الطريقه باش ما يديناش المر هي القشره تاعو هي اللي تمنى ديك المروريه ايه وكانت عندنا اذا كنا ناكلوا الخيار كان يديروا لهم لي غاز نحصلوا الانتفاخ في البطن تاعنا هي وشنو هي هذيك الزريعه الدخلانيه تاعو حنا لازم كي نديروا الخيار نحولوا هذيك الزريعه اللي تكون هنا هذه هي اللي درنا دخليتها هنا باش نخليتها باش نوريها لهم برك هي لازم نحوها هذيك الزريعه هذيك الزريعه هي اللي درنا الانتفاخ في البطن ديالنا صافي من الاحسن نزعوا هذيك الزريعه هذيك وباش نحوا المروريه نحوا هذيك القشره الفوقانيه يوم نعم. المنو حتى راني نشوف عاده ما فين نخلو التحليه ما يكونش فيها العنصر نعم. اللي نستعملوه دائما لا حاجه الخضره ولا الفاكهه ولا اللي نقدروا نقدموها كتحليه ماذا بيا نوظفها يعني حنا علاش الخيار هنايا حنا كما نقول درنا هنا يوم 5 طرق تاع الخيار باش لكل واحد الطريقه اللي تعجبه يقدر يديرها نعم اوكي نبداو بالحسن نعم. حنا المقبله هادو ما باش يتفهموا مليح مليح كما نقولوا هادو ما صحاب الريجيم باش نديروا مليح في بالنا باش ما يقولوش آه الخيار ما يديش انت وحده ايمان قلتي لي الخيار ينسوب جاتني شويه نعم حنا هادو ما صحاب الريجيم هادو ما اللي غير ندي محتى الواحد اللي يحب ياكل صحي ماشي غير باش لازم ينقص في الوزن ولا مليح نولوا ناكلوا غير هكذا نعم علاش نقولوا حنا توجور المقوله الشهيره تاعي اللي هي صحتنا في ماكلتنا لازم ناكلوا ماكله صحيه كما نقول لك نقارنك كما نقول لك حنا الجسم تاعنا نحافظوا على الصحه ديالنا وكما نقول لك نتفاداو الامراض صح كما نقولوا واحد هي الماكله اللي ناكلوها دوكا هي اللي تسبب كاع هي الماكله هي شوف الامراض كاع يجوا من الماكله نعم واحد كيخلط بزاف ولا ما يعرفش ياكل ماكله صحيه كما نقول لك الحمد لله عندنا شيفان كما انت شفنا هذه حتى نقدروا ننوروا المشاهدين نعم نبداو كما قلت بالحساء نعم مقبله درنا حساء تاع الخيار درنا هنا كريمة الخيار هنا على طريقة التركية لأن توجد في المطاعم بزاف عندنا لهنا السلطة تاع الخيار حنا هذه السلطة حنا نقدموها حنا لهنا معروفة عندنا عصير تاع الخيار ولا ان ديتوكس تاع الخيار وعندنا كانيت اللي تجيك بيزا ايمن هي معجون تاع الخيار معجون بالخيار نعم حنا جربنا تاع الخيار جربنا تاع الجزر تاع الطماطم جربنا تاع البيطراف تاع البيطراف اللي كانوا كاع راهبينهم مي فينالمون خرج بنين والغاشي كما نقول حنا ميم ليكيب تاعنا كاين اللي عجبهم بزاف عجبهم اكيد راح يعجبنا ثاني ان شاء الله يا ربي نبدا على بركات الله عندنا لهنايا 300 غرام تاع الخيار عندنا حبه تاع البطاطا دائما نقولوا باش نفولوتيو بها الحساء ديالنا عندنا حبه تاع البصل عندنا شويه تاع المعدنوس عندنا سنينه تاع الثوم وشويه تاع الزبده ولا حب يخليها لتي 100% نديروا له كميه تاع زيت الزيتون نخليو كاع الخضره ديالنا ومن بعد نمرقوها كما العاده كما فين نخدموا احنا الحساءات اللي فين نقدموهم ومن بعد كي طيب لنا الخضره ديالنا نميكسيوها دائما نقولوا نفولوتي ولا الحساء ديالنا سواء بالجبن الابيض سواء بكريمه طازجه سواء بالحليب هنا كل واحد عنده الاختيار ولا خرجت لك خاطره ما حبيتش تخليها هالتي 100% دير لها كميه تاع زيت الزيتون نكتفي غير بكميه تاع زيت الزيتون والحساء تاعنا راهو جاهز نروحوا للكريمه الكريمه تاعنا واش عندنا عندنا لهنا زوج حبات على الخيار انا كاين اللي يقطعوهم صغار انا من الاحسن نسكرفجهم في الخشين وعندنا لهنا زوج علب ياغوت ناتشورال ياغوت طبيعي عندنا عصرة تاع القارص عندنا سنة تاع الثوم عندنا نعناع يابس هي تحب نعناع يابس الخيار نعرفوا يحب النعناع يابس نعم ما من نعناع الخضر يحبوا وعندنا كمية تاع الماء حنا واش نديروا نحكموا الخليط تاعنا تاع الياغوت الطبيعي نزيدوا نضيفوا له كمية تاع القارص سنة تاع الثوم شويه تاع الماء وشويه تاع نعناع يابس نحكوه مليح نخلطوا هذاك الخليط تاعنا كامل ومن بعد نضيفوا له هذاك المبشور تاع الخيار هذه هي الكريمه اللي راهي موجوده حنا نسيبها بزاف سيرتو في المطاعم التركيه يرفقوا بها الاطباق تاعنا نعم المقبله عندنا السلطه نديروها بزاف الجزائر حنا نديروها سلطه واش عندنا عندنا كانت حبات تاع الخيار لهنايا كنا نحلنا لهم زريعه عندنا حبة طوماطش نقطعها مكعبات عندنا كمية تاع البصل انا من الاحسن دوك رانا في الموسم تاع البصل الطويل هذاك اللي نقولوا ويجي طري ويجي بني في السلطة عندنا كانت هنايا الخيار كانت المخلل عندنا كمية تاع الزيتون كمية تاع الطوم شوية تاع المايز هنا طوماط سوريز والزيتون للتزيين صوص فينيغرات واش عندنا؟ عندنا كمية تاع لاموطار شويه زيت الزيتون وحبه تاع القارص اللي باش نديروا بها لا فينيغريت وبيان سور عندنا ربطه مليحه تاع النعناع
هادو كامل نديرو الخليط تاعنا كامل ونزيدو نضيفو له هذاك لا فينيغرا تاعنا اللي كنا درنا فيها ما غير فات على موطر نص ما حنا ندير واش نديرو باش نعاودو الوصفه كامل تاع لا فينيغرا نديرو كيله تاع الزيت نص كيله تاع الخل ملعقه صغيره تاع لا موطر ونضيف لهم كاني زوج ملاعق ثلاثه تاع الماء باش نحصلوها على تجي لا موطر لا فينيغرا تاع المايونيز نعم تجي كريمي على جال وشنو كي نديروا لها الماء الماء هو اللي يمزج لنا هذاك الخليط يدير هذا اللون نديروا الزيت والخل وحدهم جيت دائما صح واحد يطلع نعم الزيت يطلع والخل يقعد تحتها ما كي ديري لها الماء هو اللي يمد لنا هذا الخليط وتحصلوا على الشكل الكريمي هذا اوكي نعم نروحوا للديتوكس تاعنا ولا العصير تاع القارص عندنا هذا العصير هذا دائما الناس يشربوا صحاب الريجيم اللي راهم دائما هذا الحاجه الاولانيه اللي ديتوكس يمدوه لك حنا واش حنحليوها شويه بشويه تاع العسل الحر عندنا هنا حبه تاع الخيار اللي دائما قلنا نحول الزريعه ونحول هذه القشره باش ما تجيناش مره نضيفوا لها كاني تاع حبه تاع القارص صافي عصير تاع حبه تاع الليمون نديرهم كاع في بلاندر نضيفوا لهم نص ريتلا تاع الماء هذا باش نخلوه صحي 100% نحبوا نضيفوا له شويه حلاوه ولا ندير له ملعقه تاع العسل الحر هي من الاحسن ملعقه تاع العسل الحر هو على الخيار ديجا فيه الحلاوه ومشبع بالماء ديجا هو فيه بزاف الماء حنا واش نديرو نقدروا نستغناو على اللي حب نخلوه صحي نحو العسل حبوا نخلي نزيدوا له شويه تاع العسل باش ندير له شويه حلاوه نزيدوا له كميه تاع العسل اوكي قبل ما نروحوا لاخر شيء اللي هو المعجون بخيال حاجه جديده نروحوا نشوفوا اتصال مع بعض انا وشفنا ديمو لطفي عيشوني صباح الخير السلام عليكم صباح النور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا أصلكم والله بخير لا بأس وش رأيك أنت يا سمحتي والله لا بأس الحمد لله الحمد لله شكون معنا أنا من برج بعرريف أهلا وسهلا مرحبا بك أم عائشة أهلا بك وبعائشة ربي يحفظها لك إن شاء الله يسلمك عائشة بارك الله فيك الله يسلمك وش رأي البرج وأخيرا عندنا بعثين وحنا نعيط أهلا أهلا هذا أول اتصال لك نحكمكم وما تهزش عليا من ذاك ما نحكم كل ضغط في الاتصالات الحمد لله كحكمتينا اليوم مرحبا بك اي سلمك عايشة انا نحب هذيك الحصه تاع الاطفال وشنو تاع الاطفال تاع الطبيب تاع الطبيبه هذيك اللي تورينا كيفاش نتعاملوا مع الاطفال اليوم حتكون معنا بزاف بزاف معاها اليوم ولا الاورتوفونيه غدوه ان شاء الله حتكون معنا غدوه ان شاء الله والمطبخ ما تحبيش المطبخ نحبوه عايشين احنا في المطبخ انا ما شفنا دي من اليوم اليوم دارنا كان وصفات بالخيار الله يبارك ما شاء الله يبارك فيك الله يبارك الله يبارك تشاركي معنا في موضوع تفاعلي اللي درناه اليوم واش درنا حبينا نتكلموا على المثل الشعبي اللي يقول كب القدره على فمها تطلع الطفله لامها واش رايك صح ولا لا دائما ماشي دائما ماشي دائما هكذا ماشي دائما انت بناتك ولا كبار ما تشوفيش يشبهوا لك شويه ولا لا لا اولادي اولادي كاين اللي يشبهوا لي كاين اللي ما يشبهوا لي شويه شويه اوكي شويه شويه شكرا لي ربي يحفظها لك ان شاء الله يسلمك عائشة بارك الله شكرا جزيلا لك على الاتصال يعطيك الصحة شكرا شكرا إذا مازلنا مواصلين معكم مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم تقدروا تواصلوا معنا عبر الأرقام الهاتف اللي راح تظهر أسفل الشاشة ولا حتى عبر تطبيق الواتساب إيمان نذكروا فقط المشاهد سانظام إلى مطبخ صباح الشروق نذكروا فقط المشاهدين بما أن السيدة تحدثت على نصيب الأطفال في برنامجنا عندنا فقرة بعد قليل راح نعلموا كيفاش يصنعوا بعض الدومة الخاصة بالأطفال صح؟ تكون متعة اليوم للأمهات وأنت كنت حكيتي وقلتي كي تقلب واش تقلب؟ القدرة على فمها القدرة على فمها إذا تخرج لأمها إيه؟ هذه خطيبة رضا تقني الصوت جاب لنا الحلوى هذه من تحضيرها يعني انا كنت شفت الشكل ما شاء الله ما تقول والو ما تقول والو الشكل انا اللي في الستو الشكل انا اللي في الستو لكن اللي شاف يذوق هاي شفنا ديما ذوق شوف شويه نجينا تحكي بسم الله اعطيني رايك اشكر اشكر شفنا ديما ما نديرش كيما هو هذا واش اول شيء رفيس كان يسمي رفيس بنين دار كل مظهر
ناخذ كاين اللي يديروا نعم يديروا مزهر يقدروا ينكهوها بالقرفان كاين اللي ينكهوها بالمزهر كاين اللي يديروا شويه احضر محضر الخير يا لطفي احضر محضر الخير هايله بنينه 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 تسلم الايادي يعطيك الصحه مسكينه العروسه اللي حتجيبها لوليدها لا لا بصح بصح هذا صح شهادتي مجروحه فيه ما شاء الله عليه كل صباع داد نيفه عندنا زوج راهي داخل هاي توعد لي هاي توعد لي هاي توعد لي لا لا واحد مزوج لا ندير له مشاكل نسيت تحية كبيرة كبيرة تحية لكل كبيرة عرسان هذا الموسم إن شاء الله يا رب والتحية الأكبر لكل من صادف هذا اليوم عيد ميلادهم عندنا المتتبعة الوفية من فرنسا اللي هي أمال عيد ميلادها البارح كل عام بألف خير نقول لها عيد ميلاد سعيد سنين دائما إن شاء الله يا رب قد الصحة قد العمر ونكملوا مع الشيف نديم اليوم عندنا الشرطة اللي نهديوها لك يلا خلينا نكمل الفقرة الموالية وانت تروحي الفقرة الموالية اللي راح يكون فيها تحضير بالكروشي تحضير بالكروشي للدومة تخدموا لنا صوالح هايلين صيبوني تشوفوا صوالح بزاف شابين إذا مطبخنا ولا لاحق نعم حنا التحلية التحلية لطفي اللي حنديروا ما تقوليش بالخيار حنديروا معدوم الخيار لطفي قول لهم الصح ما بتدي المعادن تاعك معادن شوفوا قال ايوا لا 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 ما بدهم يدي المعادن دوك يديروها لي تيكي لطفي اللي يدي المعادن لطفي وايمان اللي يدوا زهر لطفي وايمان وزهر تحية كبيرة كبيرة لوالدة زوج زهور وردة اسمها وردة هي متتبعة وفية لبرنامجنا تحية إلى كل أمهاتنا أمهات الأمهات الجزائريات ونترحموا على روح كل من فقد أمه الغالية وربي يطول في أعماركم إن شاء الله يا رب ويخليكم تشفوا قروسنا لأنه بفضلكم أكيد برنامجنا ما زال واقف لأنه الجمهور الأول والرئيس اللي ندخل اللي نستهدفه هو الأمهات والسيدات الماكثات في البيوت ونكملوا مع طبقنا الخاص بالتحلية اللي راح تعتمد على الخيار نعم راح يكون اكتشاف أنا اكتشفت معاه البيطراف معجون البيطراف كان رائع ما كنتش نتوقع ناكلوا معجون زروديه كليتها معجون معاه هايله تشينا متعودين عليها واش درنا ثاني معجون درنا تاع الكابويا تاع الطوماطيش تاع الكابويا ثاني طوماطيش درنا تاع الطوماطيش نعم كنت حاضر انا مشكيتش يلا نكملوا مع الخيار واش هي على من يعتمد نعم عندنا العصير عندنا المعجون تاع الخيار تاعنا واش عندنا عندنا لهنا رطل تاع الخيار رطل تاع الخيار اللي نحولوا دائما الزريعه ونحولوا القشره هنايا مكسيتو هنا الخيار ديالنا لازم نديرو على شكل عصير لازم نديرو في الاشواب نرحيوه صح صعيب باش تنحيلو الزريعه كيفاش نحيتلو الزريعه نو هي تحكم الحبه تقسمها اون دو بعد بالمغير فابك نحي الزريعه هذه هذا ما كان ماشي حاجه صعيبه تجي في الوسط الزريعه هاي اللي كلوط الزريعه وي صح صح هذه انا موالف نقصو نقطعو شرائح نعم ولا مره جات في بالي نحيلو الزريعه هي الزريعه هي اللي درنا انتفاخ في البطن ديالها ما فيهاش فوائد ماشي مفيده اوكي هنا عندنا كيلو تاع العصير تاع الخيار هنا اللي كنا قاشينا نضيفوا له كيلو تاع السكر صافي كيلو بكيلو نعرفوا المعجون هنايا عندنا كيلو انا زدت لها شويه خاش نعرفوا بلي الخيار يطلق الماء زدنا ضفنا لها لهنايا نص حبه تاع برتقال برشناها نضيفوا مبشور تاع البرتقال شرناها نعم نبشروها مليح نبشروها نحو هذاك هذا العصير تاعها هذا العصير تاعها نزيدوا نضيفوه قانيت الخيار ديالنا والسكر عندنا حبه تاع البرتقال اللي كنا لهنا برشناها شرناها نعم شرناها عفوا برشناها متشابه الكلمه ونزيدو نضيفو لها ملعقه كبيره تاع لافاني اوكي نخلطو كلش بارد في بارد انت توظف بزاف لافاني في المعجن تاعك كاين المعجن اللي نوظف له اللي فيه بيطراف درت له لافاني نعم على هنا باش لافاني هذيك تخبي الدوخ تاع البيطراف باش كي تاكل بيطراف ما تحسش بلي راك تاكل في البيطراف انا كيما دار تاع البرتقال ما درت له والو نعم كاين هنا انا نوظفوا بزاف كي نديروا الخيار قلت لك الخيار الخضر اوكي باش نغطيو هذاك الذوق تاع الخضر باش منها هذاك الخيار هذاك نستافدوا منه وما نفيقوش اللي ما يحبش الخيار ما نضيعوا شويه هذيك البنه تاع الخضر نديروا ملعقه تاع لافاني نخلطوا كلش بارد في بارد ونديروا على النار حتى يمد لنا رغوه ونحصلوا على العسيله تاعنا عقلب خلوه يبرد خاطر على ما نخلوهاش تعقد لنا بزاف خاطر نعرفوا بلي المعجون كي يبرد يزيد يعقد هذا ما كان كيفاش يجي اللون تاعو هذا ما الاخضرار رايح شويه الاخضرار بيستاش لون بيستاش نعم برافو عليك شيف نديم الله يسلمك اذا نخليوك تحضر اطباقك واكيد ان مخرجنا راح يرافق كل الخطوات ادعو الكل لمرافقه زميلتنا ايمان
في محطتنا المواليه اللي راح نتعرفوا من خلالها على تحفه من التحف، لعبه من اللعب بطريقه تقليديه ومستحدثه في نفس الوقت. يلا تفضلوا. إذن مشاهدينا الكرام صباح عليكم بالخير، لهذا ملتحق بنا نقول لكم مرحبا بكم، مازالكم معنا لغاية العشرة والنصف في فقراتنا المختلفة المتنوعة. كما قال لطفي قبل الجينجل، فقرتنا الآن هي هاند ميد، هذه الفقرة اللي خصصناها لكل الجزائريين اللي عندهم موهبة وعندهم حرفة، ولا كما نقولوا احنا بالعامية صنعة، يقدروا يجيو البلاطو ويحضروا معنا وحتى يوريوها يعني للمشاهدين، وحتى السيدة الماكتة في البيت تقدر تتعلم وترفد هذه الحرفه معنا من خلال بلاطو صباح الشروق. هاند ميد لنا اليوم حاضره معنا سيده ابدعت كثيرا في حياكه الصوف. حنا نعرف الصوف يديروا بزاف بها الملابس، لكن هي تخدم بها يعني دمى جميله جدا بطريقه يدويا وبطريقه جميله جدا. نتعرفوا مع بعض على السيده دليله معماش الحرفيه الحاضره معنا. صباح الخير سيداتي، اهلا وسهلا. مرحبا بك، نورتينا. اسمك ما تعلي نورتينا. سيدة دليلة، دائما عادة ما يحضروا معنا حرفيات اللي يخدموا بزاف بالصوف، بصح يروحوا بزاف الحوايج يعني احيانا صاك هذا ما يبعد اخر. انا نشوفه يعني ابدعتي في صناعة الدمى، علاش تحديدا حبيتي تروحي للالعاب ولا للدمى؟ باسكو انا من صغري نحب الالعاب ديجا. زين، نجيك منا عندك دقيقة. مخرجنا على اوكي تري بيان. سي مون انفونس، مون انفونس من كنت صغيره نحب هاد الاشياء، يعني ماشي من دوكا كي كبرت ولا نحبها نخدمها، مي كنت نخدمها ليا شخص العائله ولونتوراج تاعنا ولا ما كنت دايرتها هوايه. هوايه سي اون باسيون، سي اون باسيون بور موا. ومن بعد ما كانوش لي ريزو سوسيو، ما كانوش هادو، ما كانش تبان، مي دوكا ولات تبان. وشاك فوا كي نخدم هكذا لعبه لوحده ولا تعجبها تقول لي علاش ما تزيديش تخدمي هكذا للناس هكذا. علي من تعلمتي الصنعه هذه؟ هذه الصنعه على هاد ديجا من عند امي الله يرحمها، هي تاني ما تنسج الصوف، تنسج كما قلتي لي تريك ولي بيول. هذه وتستعملي غير الصوف ماشي كروشي؟ سي نستعمل كروشي، نخدم ماشي مختصه غير في الالعاب، نخدم لي زيشارب، ديري كلش كلش لي نابرو لي دغا لي بيان، نخدم كلش. لكن اليوم حنا جيتينا باش نشوفوا كيفاش تقدري تخدمي حاجه صغيره، نخدم يعني لي بورتو كلي، نخدم الالعاب، نخدم ميم لي براسير تاع لي بيبي، نخدم تو سكي اون مينياتور نخدمها. ودوكا راكي دايرتها يعني هوايه برك ولا راكي تخدمي يعني؟ لا هي كانت هوايه. ومن بعد كاين ناس بزاف كي مونكوراجي، قالوا لي علاش ما تفتحيش اون باج في فيسبوك. ريسامون فتحت اون باج سور انستغرام، يا رب نعطيك لو ليان بيان سور باش الناس يشوفوا. هادي ار ديكو اللي حاب يدخل ان شاء الله. ان شاء الله عندي طلبات بزاف، سي بور سا لي فتحت. واش يطلبوا لك بزاف؟ دوما ولا دوما؟ دوما كترا دوما، لي لابين بيتي لابين هذوك. علاش؟ لانه صح اللي عندهم داري صغار يحبوا تكون حاجه هكا فيها بزاف السلامه والامان على ولادهم، ما كاش حاجه اللي تضرهم. يعطيك الصحه، جوستومون سي بور سا الناس ولات لهذا الشيء، ولاو يتجنبوا الالعاب البلاستيكيه وهذه اللي تضر. ولاو لهاد الالعاب اللي احنا نعرفوا الالعاب حتى اللي يخدمهم بالبلاستيك ويجوا غاليين. يجوا غاليين، فما بالك يعني الحاجات تكون مخدومه باليد، اسعارهم مناسبه ولا مناسبه بارابور اللي يشوا عليا؟ مناسبه، تعجبهم بزاف. اون بليس تغسل وتعاود يعني هذه تقدر تقعد سنين وسنين. سنين وسنين، ذكرى ولا ذكرى تقعد. لا برافو عليك، هذه راني رفدتها هذه البون صغيور. هذا كروشي ولا كروشي؟ كروشي كروشي ايمان كروشي. لا وشفنا جبتي لنا يعني مجموعه من الدومة. هذاك ما كملتوش هذاك. والله برافو، انا نشوفوا حتى بوبيات ماشي غير ديبابه كما يقولوا، ماشي غير بوبونات. حبيت نوري لهم برك هاد البوبي هذه. فوالا. يغطوا لي بوبي. شكي تشوفي شيفا. لا شكون؟ شوف. هذه يعني بوبيه. بوبيه. قلت لها ينغب.
بالصوت توجور حتى يغطيوها. درتي لها شابو زوالي تقول لكم باينه زواخ والله يعني برافو. شحال تشد لك هذه اليد؟ توجور توجور ثلاث ايام. لا برافو عليك. واليوم واش راح نشوفوا معك؟ ان بورت كلي هكا صغير. ان بورت كلي هذا بورت كلي؟ ان بورت كلي ايه. واش انت فيه هذا كيفاش؟ تسقي المفتاح هنايا وتجبديه او تخبيه هنا. ديري المفتاح هنا هنايا وبعد تخاوليك المفتاح يجي هنا باهي يتخبى ومن بعد كي تحبي تفتحي تحبي تجبدي ديري هكا يتجبد المفتاح. يترفد المفتاح يتخبى وكي تحبي تجبدي المفتاح ويبان لنا تفتح. حاجه شابه يعني اوريجينال كما نقولوا. صغيره درتينا واحده هذه باللون البرتقالي. وش حتخدمي اليوم؟ غرين بالصوف دائما ان شاء الله. نخليوك مع تكملي تبداي الخدمه ديالك ومن بعد اكيد راح نشوفوا الشكل النهائي اللي تحديري. راح نشوفوا هذا بورتوكلي بالصوف. مشاهدينا الكرام ماحش نبعدوا بزاف على الاطفال لان فقره اللي كنت تشوفوا معنا هاند ميد فقره اللي نتعرفوا بها على صناعه الدمى بطريقه يدويه بالصوف ولا بالكروشي. لكن الان ايضا فقرتنا طبيبك في دار لطفي عيشوني تبحر ليا. لطفي كان هنا ما تبحر. انا على بالي واش راح يدير؟ راح يجيب قهوه على بالي ولا راه ياكل عند الشيف نديم وحده من الزوج. الاغلب عند الشيف نديم. هاوليك عند الشيف نديم وياك. كنت معرضه كنت معرضه. دار لك حالة؟ صلحت صورتي معاه. فقرتنا الموالية لطفي. طبيبك في دارك مع الدكتورة إن شاء الله يا رب. راح تكون تكملة للموضوع عندي اللي فات. الكاميرا راهي عندي. راح تكون تكملة للموضوع اللي فات وحاضرة معنا الدكتورة فايزة حبي بعد جينجل. بعد الجينجل مشاهدينا طبيبك في دارك مع الدكتورة حبي. حاضرة معنا الدكتورة فايزة حبي لاستكمال موضوع الحلقة الماضية تكملة لموضوع مشاكل اللسان عند الطفلة اللسان المشدود. مرحبا بك دكتورة نورتينا. صباح الخير. أهلا دكتورة نورتينا. كنا الأسبوع الماضي تكلمنا بصفة عامة عن أغلب مشاكل اللسان لكن ما كملناش يعني ما فصلناش أكثر. اليوم أكيد راح تكون فيه تكملة. تفضلي دكتورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسلم على كامل المشاهدين إن شاء الله. المرة اللي فاتت تكلمنا على اللسان المربوط، تكلمنا على الفطريات تاع اللسان يعني لي شامبينيون، كيفاش نفرقوا بين الشامبينيون تاع كي نصيبوا اللسان بيض نفرق بين الشامبينيون ونفرق بين هذوك لي ديبو تاع الحليب برك. تكلمنا على اللسان الجغرافي لي لونغ جيوغرافيك. اليوم راح نتكلموا على لافت. لافت يعني اللي هو القرحه هذيك اللي تجي في اللسان. يقولوا لها الحراره. الحراره ماشي الحراره. كاين اللي يسميها الحراره. يقولوا الحراره اه جوستومون شوفيت هذيك النهار تكلمنا على الحراره. قلت لكم الحراره هي المرحله اللي تسبق لو ميغي اللي تسبق الفطريات تاع الفم. الحراره كيكون الفم باكماله حمر سيغتو اللسان. كي تشوف اللسان تصيبوه حمر كومبلي وليس هكا يبريي ولا ميكوز كيف كيف لا ميكوز اللي جايه من الخدود من الداخل تالي تنصيبوها حمراء حمراء هذه هي الحراره. لافت لا لا لافت دويره بقع بيضاء. سي اون اولسيراسيون مجروحه محفوره حفره صغيره. تجي حفره صغيره تجي مع الاول تكون حمراء ومن بعد تولي فيها اصفرار يعني يشبه للزبده. كيما راهي تبان في الصوره. كيما راهي تبان في الصوره هنايا راهي حمراء تولي ومن بعد شويه بيضاء ولا صفراء ولو بورتور تاعها يعني المحيط تاعها يجي مرسوم نات وحمر. يعني اي انسان كساسوا عند الدراري كساسوا عند الكبار نفسه لي زافت تصيبي حفره مرسومه كي شغل بستيلو يعني مدايره دائره مليحه باسكو لي لي ليميت فلو كيكون ماشي باين لي وين تبدا وين تخلص ماشي افت افت بنديسيني مدور مليح يجي سوا مدور سوا اوفالير
بيضاوي ولا دائري مع لا ليميت تاعو نات الحدود مرسومه والحدود تجي حمراء صيبيه حمر من الطراف والدخلاني سوا حمر شويه سوا بيض يشبه الزبده بيض رايح للصفوريه هذا هو اللافت. اذا كانت صبتي حاجه منفخه سوا يابسه سوا اون بول يعني معمره بالماء ومنفخه هذا ماشي اللافت. لافت من نهارو يجي اون سيغاسيون محفظ مهم هذا باسكو كاين دي فوا ليغباس هذاك يعني الفيروس اللي يجي هنا اللي حنا نقولوا الحمى لي زاجيريان نقولوا له الحمى اللي يجي هنا ولا هنا يقدر يكون تحت داخل الشوارب بصح يكون فيزيكول شغل نبوله فيها الماء ومن بعد تتفقع تولي حفره. دكتوره احنا الكبار البالغين عفوا احنا البالغين متعودين يجونا لي زافت كي نشربوا حاجه سخونه ناكلوا حاجه سخونه صح الاسباب دوك نهضروا واش هي الاسباب اللي تؤدي الى المهم اننا نعرف بلي راني في افت لقيت نبوله ماشي افت حتى وتحفرت لي ومن بعد ولات محفوره ماشي افت لافت من نهارو حفره ولافت اللي دولورو يوجع حاجه محفوره وما توجعش هذيك حوايج واحد اخرين لافت يوجع بزاف الاسباب تاعو الاسباب بون كاين لافت كاين الناس اللي جي يجيهم بزاف ثاني لا يعني مره على غره كاين عامل وراثي يعني كاين ناس اللي هما في العائله يجوهم لي زافت بسهوله انا نحكوا على دراري صغار دائما انا نحكوا على دراري صغار اوكي بصح لافت يعني الاسباب تاعو والعلاج تاعو نفسه عند الصغار وعند الكبار راح يكون نفس الشيء نفس الاسباب حتى حاجه سخونه منين ياكل حاجه سخونه طفل الرضيع اسكو يجي للرضيع لا لي زافت ماشي الرضيع ما يجوش عند الرضاع جينيرال سي لي زونفون دراري مع انه في رضاع اللي يكون عندهم لي زافت اكسبسيون عند الرضيع يعني سورتو لا ميسيت الحراره والميغي لافت عند الرضيع ما كاش بزاف لافت سي سورتو لي زونفون الكبار لي زونفون وكيما لي زادولت الرضيع نو انا قلنا الرضيع اون جينيرال نصيبو فمو كامل احمر ولا سمو فمو كامل ابيض هادو اللي هضرنا عليهم الحصه اللي فاتت دونك ما يحكموش لي زافت لافت لا الرضيع نو 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 الرضيع الا صبتي عنده حفره هكذا في فمو عرفي باللي سي تروماتيك انجرح قاس روحه ولا قاس خوه الكبير وما قالكش ولا كاين دي فوا ثاني كلي بغولور بيلا حط بيلا في فمو يقدر الطفل صغير يتحرق يبكي يبكي ما تفهمش ما هوش كاين بصح ومن بعد تشوف باللي تحفرت له لي بيل ولا باغ اكزومبل لي بريز لا بريز يحط في فمو وهي بيان سور الحرقه تاع لا بريز واعره بزاف بصح بالك الا غير شويه وراحت يدو تقدر تصيبي اون جينيرال سي تروماتيك يعني ماشي مفتعله مسبب تروماتيك يعني بعد جرحه ولا صدمه ولا ماشي مرضى من عنده دونك قلنا العائل العامل الوراثي عندنا لو ستريس نهار الطفل يكون دلال ثاني عندهم لو ستريس دخول مدرسي يمه مرضت ضربات الشيخه يعني اي عوامل تاع لو ستريس يقدر يخربط لنا شويه في لي زغمون ويقدر يخرج لنا افت كيما تخرج الحمى بعد لو ستريس بصح الاغلبيه الاوقات سي اون كارونس يعني الطفل راهو خاصته حاجه اللي تثبت له في لي زافت شكون هي عندنا سورتو الفيتامين بي 12 بي 12 والفيتامين بي 12 يعني فايش كاينها بزاف كاينها في اللحوم الحمراء يعني وكيما رانا نعرفوا كامل كل دوكا اغلبيه الناس اللحوم الحمراء راهم ياكلوهم في العيد الكبير يا اخي مام الناس يعني راهم هي خاطر نورمالمون الطفل اللحوم الحمراء ياكل ما نقولوش كميات كبار مي كميات صغار ملح زوج حتى ثلاثه مرات في الاسبوع محال انهم الناس راهم ياكلوهم دونك نقص اللحوم الحمراء راح تنقص الفيتامين بي 12 عند هاد الاطفال ما يلقاوش في حاجه واحده اخرى من غير اللحوم الحمراء سورتو حاجه واحده اخرى كميات اللي ماشي حتكفينا اوكي الى تاكدنا يعني نعملوا تحاليل ونصيبوا نقص فيتامين بي 12 راح نعطوها له على شكل دواء دونك عندنا نقص فيتامين بي 12 عندنا نقص الزنك الزنك كذلك يعني حنايا في لي زابيتود اليمونتير تاعنا ما ناكلوش بزاف بزاف الماكله اللي فيها الزنك هي تكون بزاف كاينها في عندنا انا قلت لكم ديجا الزنك الزريعه تاع الكابويا هي كما ترموها هذيك ما تزيدوش ترموها فيها الزنك الطبيعي ودركا راهي تتباع يعني الزريعه تاع الكابويا نقدروا نشروها ناشفه فيها زنك طبيعي عندنا الحديد
والاسيد فوليك، يعني هادو ما اسباب تاع الانيمي. الحديد كذلك لا كارونس اون فير، على بالك كي ناخذوا يعني ندارت بحوثات وخداو دراري عشوائي، يعني راحوا المدارس خداو كاع الاطفال، المريض اللي ماشي مريض، المرفه، الفقير، داروا لهم كامل تحاليل، صابوا قريب 40% من الاطفال عندهم نقص حديد. وانا هنا راني نتكلم ودرناها في موضوع نهار، درنا انيميا فقر حديد، نقص حديد بدون انيميا، يعني الطفل هذاك خو خير الله الله ماشي باين عليه الانيمي، ما لحقش لدرجه الانيمي، بصح الخزينه تاع الحديد ناقصه. صافيك لما ينقص الحديد تقدر تظهر لنا على شكل افت. يعني طفل افت واحد جاته مره على غرة معليش، بصح كي يولوا يولولو لازم نحوسوا له على هذا النقصان. الحاجه الثالثه واللي راني حابه الناس يعرفوا يديروها في بالهم، اللي عندهم اولادهم يجوهم لي زافت متكرره، هي برا يقعد 15 يوم 20 يوم ويزيد يولي له لافت. هنا واش نخافوا؟ نخافوا امراض. هو 90% تاع لي زافت ماشي خطير، يعني يعذب بالسطر ديالو، بصح ما نخافوهش. بصح 10% من هادو الدراري اللي يتكرر لهم لازم نتاكدوا بلي ما عندهمش امراض واحده اخرى. من بينهم المرض الاول هي لا مالادي دو بيسيت. مالادي دو بيسيت هذه يعني الناس يعرفوها خاطر كاينها كمان. هذا يعطينا دي زافت، الدراري يجيهم نافت في فمهم، بصح يجيهم لافت ثاني في الاماكن الحميميه. لي زورغان جينيتو اكسترن. دونك نقول لهم اون افتوز بيبولير، يعني الفوق والتحت. في فمهم ومن تحت في المناطق التناسليه. والامراض لي مالادي انفلاماتوار دو لانتستان، يعني الامراض الالتهابيه تاع الجهاز الهضمي. بصح في هذه الامراض لافت ما يجيش وحده، يجي معاه اسهال، يجي معاه الاسهال، فيه اعراض، فيه مخاد، يعني فيه اعراض واحد اخرى. حمى لا لا. فيه حمى، هنا الطبيب هو راح يحوس على لي مالادي انفلاماتوار. دونك شفاو باللي اغلب الاحيان ما يخوفش، بصح في حالات اللي نحن نحوسوا على لا مالادي دو بيسيت ولي مالادي انفلاماتوار دو لانتيستا، اللي هما الكرون، بالك يقول الاسماء مالادي دو كرون ولا ريكتوكوليت ايموراجيك، هادو ما ثاني تنحيهم الطريق. دوكا انا تعرفنا عليه لافت كيفاش داير، يعني الناس يعرفوه كيفاش نعالجو، عطيت كيفاش نفرقوا بينه وبين حاجات حد اخرين. المهم العلاج، العلاج كيفاش يكون؟ فوالا الوغ العلاج، لافت الا ما داويناهش راح يمرى اون جينيرال، يبرى بعد 10 ايام حتى ل 15 يوم. المشكل فيه يبرى وحده بلا دواء، بصح المشكل انه يوجع يوجع ولساننا نعرفوا بلي به نهضروا به ناكلوا بكلش. دونك العلاج الاولي اننا نقصوا في الاعراض، نقصوا في السطر اون اكسيليغ لا غيريزون. نتكلم قبل على العلاج الطبي وبعد نروحوا للعلاج الطبيعي اللي انا نحبه بزاف. الوغ الطبي واش كاين؟ ما عندناش الدواء اللي يروح ينحي لي لافت. عندنا دواء ادويه اللي ينقصوا لنا السطر، يعني فيه دي جيل انستيزي مخدر موضعي نحطوه في البلاصه تاع اللافت باش ينحي لي السطر، باش هذاك الطفل يقدر ياكل ويقدر يهضر. دي فوا نهار يكون اللافت يوجع بزاف كاين حيله، يعني نقدروا نعطوها لي بارون، نقولوا لهم ديروا شويه اسبيرين في الماء ولا ان كورتيكويد، بصح في الماء بصح مضمضه. هادو ما واش عندهم؟ عندهم انيفي اونتي انفلاماتوار، يعكس الالتهاب. دونك الطفل يمضمض به مليح ويرميه، راح ينحي له الالتهاب كيف كيف، ينقص له في الاعراض. طبيا هذا واش ننصح؟ دوكا طبيعيا اللي مليح بزاف، حنا توجور نقولوا يا اخي الماء وبيكربونات. حنا كل ما يكون حاجه في الفم نقولوا بيكربونات، علاش؟ خاطر يتماشى مع الفطريات، يتماشى مع الالتهاب ويتماشى مع اللافت. دونك نخلطوا شويه بيكربونات الصودا في الماء، ما نديروهاش ديريكتومون باسكو راح تحرق بزاف. بيكربونات الصودا والطفل يمضمض به مليح، الوغ يدير هكذا بصح يدوا غرغريزي غرغر باش يلحق للاماكن اللي راهم لداخل. هادو مال الطفل اللي يقدر، بصح واحد شويه صغير ما تقدرش ما يعرفش، الام تشمخ تحط صباحها ان كومبريس، تشمخ بهذاك الماء بيكربونات وتحط بيان سور ما تحكش باسكو يوجع بزاف. التومبون بلو بيكربوناتي.
مور الماء وبيكربونات واش نديرو؟ كاين حل رائع رائع، وهذه الماده راح تقولوا لي انا نجبدها لكم اللي دون توت لي صوص، اللي هو البروبوليس. هدرت عليه بزاف، والعكبر جبت لكم ديجا مره ان بوتيت بواط. العكبر هذه قلنا ماده تصنعها النحله، يعني هذه ماده ليست موجوده في الطبيعه واجده، نو النحله اللي تاخذ واحد الشمع من الشجر الغيزين تخدم هي البروبوليس هذا، تغلف به لا غوش تاعها. هذا البروبوليس مطهر طبيعي رائع. دونك كيفاش نديروه؟ سوا نحطوه في الماء وهذاك الطفل يغرغريس به، مي انا افضل نحطوه في العسل، لانه لو ميال اون لوي ميم، يعني العسل في ذاته عنده قلنا ثلاث مفعولات بروفي سيونتيفيكمون، سيت ان انتي انفلاماتوار، يعني مضاد للالتهاب، سيت ان سيكاتريزون، يعني يغلق الجروح، يغلق الجروح فوالا، سيت دونك ان انتيسيبتيك، ان سيكاتريزون et un anti-inflammatoire. Donc anti-inflammatoire, cicatrisant et antiseptique منظف. هذا العسل. نزيدوا له العكبر. Bien sûr, مع شويه ما ويمض مض به الطفل. الدواء رائع رائع اللي زافت وشفاو عليه. مضمضه يمضمض مليح. الوغ هنا يبلعوا طبيعي، دونك يبلعوا. كاين اطفال الا كان هذاك لو غو ما عجبوش ماشي مشكل، يمضمض به ويرميه. مهم انه يقبل انه يدير لي لو تريتمون لوكال. كاين هذا بروبوليس، يعني انا عن تجربه يعني جربته مليح بزاف لي زافت. كاين حاجه واحده اخرى ثاني مليحه، انتيسيبتيك القرنفل، وفيه انيفي انستيزيون، يعني القرنفل كيف كيف نديرو اون تيزان فيها القرنفل مليح بزاف، النعناع والشاي الاخضر هادو معروفين باللي كملاح بوغ لي زاف. دونك هذه هي سيت اون تيزان، طيبها له لامامو يمضمض بها مليح مليح وبعد يبلعها. مي البروبوليس والعسل هذا هو لو تريتمون، نقدر نقول لك تريتمون يعني ميغاك وطبيعي، وننصح به يعني اشفاو على هذا وما تشفاوش على الادويه. لكن انت كطبيبه واش هي الوصفه اللي توصفيها للمرضى بلي زافت كدواء؟ كدواء شوف عندنا قلت لك بوغ كالمي لا دولور لو فخوا هايل كلاصون. ان كلاصون تحطه له اذا كان لافت بيان سور في المتناول، يعني راهو في اللسان في الطرف، نحطوا ان كلاصون ديريكتومون سور لافت، اون كومبريس نحط الكلاصون. مخدر البرد مخدر، دونك راح يخدر لا دولور. اوكي. باسكو ميم الطفل باش يخليها دير له البيكربونات ولا ما يقدر ما يحبش. دونك نديروا ان كلاصون وبعد نستعملوا الماء والبيكربونات وبعد العسل بالبروبوليس. اوكي. يمضمض البيكربونات يمضمض به ويبصقوا، العسل والبروبوليس يمضمض به ويبلعوا وبالشفاء على كاع. ان شاء الله. واذا كان يبكي 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 يعطيو له لعبه، واذا كان طفل يعطيو لها دميه باش يتنقصوا لها من ستريس، صح؟ هذه هي. وي شوف لي جوي مهمين بزاف عند الاطفال. شوف الطفل صغير دايوغ دركا يعني حتى في الكابينه عندها كي تروحوا لعندها تلقاو مجموعه العاب ودوما لكل الاعمار. صح. لكل الاعمار. الطفل صغير باللعبه واش راح واش راح يدير؟ راح يستعمل المخيل تاعو. الو شوف كي هضرت على اللعبه، شوف لعبه صغيره كيما هذيك اللي تخدمها لا دام تعطيها الانوف البيبي، راح يمسها عنده الملمس، راح يشوفها عنده الرؤيه، يشوفها يعني كاع يقلبها كاع الجوانب، يمس يشوف، راح يشمها، ان اونفون توجور يلحق، راح يشمها وراح يدوقها، راح يستعمل كاع الحواس تاعو ويحس بوجودها بتواجدها ويبدا معها. يفتكر في راسو وشنو هذه، واش نقدر ندير لها، واش نقدر. باغ كونطخ تعطي له اللعبه نفسها في صوره في ان ايكرون ما يحسش بها، يستعمل الا الشوف، يستعمل حس واحد. انت ما عندكش لعب بالكروشي في الكابينه؟ ما عنديش. انا اعجبت بالفكره. شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه. شكرا دكتوره حبيبتي، يعطيك الصحه. خلينا نروح نشوفوا السيده الحاضره معنا، معمش دليله صانعه الدمى بالصوف. اذا سيداتي ورانا لاحقين، ما شاء الله ابداع ابداع تحف. هادو يصلحوا للزينه اكثر من ديكور اكثر من استعمالهم كلعبه. زمان كانت كل البيوت والمنازل الجزائريه فيها هذا النوع من الدمى اللي كنا نجيبوهم، كانوا يجيبوهم من الخارج، صح؟ صح، كانت حاجه عزيزه. منين تجيبي الشكل
والافكار هذا كله منتخب من خيالك ما شاء الله. يسمعوني الناس وعجبت بالفكره تاع السيده سورتو انها اخذت اشكال معروفه صح. شوفي الاطفال كي قد ما يكونوا صغار ما لازمش نعطيو لهم اشكال من بعدهمش الواقع غير فوالا ما نعطيهمش اشكال غير معهوده راح نديه الواقع اللي صح حقيقي صح. صح. يعني ماشي بوبون راسو قد هكدايا ويديه قد هكايا وعينيه جايين هنا صح. هنايا يعني اشكال طبيعي واقعي واقع صح. وكلها مستوحاه من الحيوانات اللي يحبها الطفل الصغير وشخصيات من رسوم متحركه ايضا للاطفال اللي وصلوا عمر انهم يشاهدوا تلفزيون يشاهدوا التلفاز وعندهم بزاف شخصيات اللي تكون محبوبه لعندهم كيما باربي اللي يحبوها بزاف الفتيات صح؟ وين نلقاو الاشخاص اللي حبوا اطلالتك معنا في برنامجنا وين يقدروا يلقاوك؟ عندي اون باج سوغ انستغرام ادي ار ديكو. شكرا لك نورتينا بحضورك واطلالتك. اذا نوستالجيا الزمن الجميل من خلال الكروشي ومن خلال هذا المواد. اذا عندك كلمه خلاص مديتي الكلمه وقلتي وين يلقاوك واذا كان فيه كلمه اخرى حبيتي تمديها تفضلي. نتبدا نشكر قناه الشروق اللي فتحت لي هذه الفرصه باش نبان. نورتينا اكيد ويعطيكم الصحه. شكرا لك يعطيك الصحه. اذا نكملوا في ساعه فقط محطتنا راح نروحوا الى محطه اخرى لكن بعد ما نشوفوا هذا التقرير حول اغنيه من الاغاني الموروث الثقافي والتراث الجزائري الاصيل اغنيه اللي صار عندها رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إعادة غنائها من قبل العديد والكثير من الأصوات الفنية جزائرية أو حتى حنتكلموا فيها حنتكلموا على التخفيضات. هل تغري الجزائري ولا كما نعرفوا احنا بالعامية نقولوا لي سولد صح. لي سولد احنا نعرفوا عندهم قوانين وعندهم ضوابط شروط وضوابط ومواسم وأوقات أكيد راح نتعرفوا على كل هذه النقاط مع الأستاذ الحاضر معنا اليوم فادي تميم المنسق العام للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. صباح الخير سيدي. هلا صباح الخير. قبل ما نفوتوا في تفاصيل الموضوع نشوفوا هذا الصبر للاراء بمرافقه من زميلنا محمد موفق من امال بوعزه. امال بوعزه يلا شباب نتابعوا مع بعض. دي بروموسيون راه نجيبهم في لو سوبيرات وفي لي مارشي كيما باج راح الحراش كيما انا جامي شنو باسكو علاش تخوف من حاجه بريمي اكتيالمون اونتر نو لا سي ديفيسيل باش نتكل يلزم لي نكون فريمون لا بروموسيون هذيك صحيحه باسكو سينو ما نتلاحش. بروموسيون ماشي كاين بالك يبدلوا لي تيكات بالك ماشي نشوف لا دات تكون بعيده بصح كانت لا دات باغ اكزومبل قالها سيمانه ولا كان جور ما نشريهاش. نشوف لا دات ونشري نشوف لا دات الا مازال لها لا دات باش تموت نشري نورمال ما عنديش اشكال كامل انا مع بروموسيون ماشي كان كاش بروموسيون ما عنديش كاع اشكال زعما نقولوا ما على باليش دوك هذه هي رخيصه دوك هي في لا دات ديالها دير زعما نقولوا 20000 بروموسيون تلقاها واحد 7000 8000 ومازال باش تموت نشريها ما مشومه تاعها قل يعني كما يقول قل ما مشومه تاع الاخرين ما شنو ما نشري دائما عند المهم يكون يعني منتوج جديد واغلى شومه معليش ما حاجه هذيك تاع الكاطو مع كما الفروماج مع الشوكولا. اختلفت الاراء فيه اختلاف بين المواد الاستهلاكيه الغذائيه وبعض المنتوجات الاخرى ربما لمده صلاحيتها تكون ممتدة إلى وقت مطول لكن الأستاذ فادي راح يعطينا بعض التفاصيل الخاصة بالتخفيضات وش هي الضوابط اللي تحكمها؟ يعني بالنسبة للتخفيضات القانون الجزائري أو المشرع الجزائري وضع ضوابط للتخفيض. التخفيض أولا لا يتم إلا في فترتين في السنة. كاين عندك التخفيضات الشتوية اللي هي شهر ديسمبر جانفي والتخفيضات الصيفية اللي هي جويي أوت. هذا المدة يعني الحيز الزمني مضبوط قانونا النقطة الأولى. النقطة الثانية به تاجر يقدر يدير البيع بالسولد ولا التخفيض لازم له ملف يقدمه لمديري التجارة باش يعلق هذيك الأوراق واللافتات اللي نلقاوها لازم ملف وبناء على الملف يأخذ موافقة من طرف والي الولاية لأنه الملف اللي يقدمه لمديري التجارة من بين يعني به ما نحصيوش مجموعة وثائق من بينها الفواتير اللي تثبت بقداه شراء هذه الماده والعروض تاعو تاع التخفيض باه نشوفوا هل التخفيض هذا حقيقي ولا غير حقيقي. بناء على هذا الملف مدير التجاره للولايه يقدم اقتراح لوالي الولايه ليعطيه موافقه
للبيع بالتخفيض. هنا ثاني تقريبا كل شيء مش قانوني اليوم. لا هنا ثاني البائع اللي تكون عنده بضاعة مكدسة يعني صح؟ أكيد حاب يدير ينقص يدير تخفيضات. أي واحد عنده الحق يدير بيع بالتخفيض. نعرفوا أنه خصوصا في الثياب في الأحذية أنه نمشيه كل موسم وعنده حاجة جديدة وباش تكون منافسة أيضا لما تكون موسم جديد وكما نقولوا إحنا الألبسة القديمة اللي بقات عنده ممكن أنه يدير لها تخفيض، لكن نأكد مرة ثانية أنه التخفيض قانوني، لازم تكون عنده رخصة للتخفيض، موش أنه تو في محلك يكفي أنه تجي في راسك تدير تخفيض تعلق لافتة ولا لافتة تقول بلي أنا نبيع بالتخفيض وتبيع، هذا الأمر غير قانوني. طيب أستاذ فادي تميم، يعني يسهل الأمر لما يكون محل حقيقي في في الواقع. ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ التجار اللي ينشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل مرة يحطوا لنا هات نزل تخفيضات وهات دير أثمان وأسعار مغرية. شوف بالنسبة للبيع عن طريق الإنترنت أو ما يسمى الإي كوميرس يطبق عليه ما يطبق على التاجر التقليدي، نفس القانون نفسه، لأنه يحوز سجل تجاري لممارسة البيع عن طريق الإنترنت. أيضا لبيع منتوجاته بالتخفيض يجب المرور على الشروط القانونية. صدقني الآن في الجزائر بنكونوا صريحين مع المشاهد الكريم، تقريب 90% من العروض اللي نشوفوها أنه تدخل محل ولا تشوف في موقع إلكتروني أنه تخفيض، تقريبا هذه كامله ما هيش قانونيه. ما نقولش ما هيش حقيقيه، لكن ما هيش قانونيه. وكاين اللي ماشي حقيقيه استاذ، كاين اللي يحط لك تخفيض 70% لما تدخل تلقاه يقول لك لا برك على هذا القطع ماشي باقي القطع. كل الحوانت كلش 100000 كلش 200000 كي تدخل كي تشوف حاجه تاع يقول لك لا هذه 400 هذه 500 القطعه هذه برك. نبهتني النقطه مهمه انه لما يحوز التاجر على الموافقه للبيع بالتخفيض يجب أن يجمع جميع المنتجات المخصصة للبيع في التخفيض في ركن بعيدا عن باقي المنتجات. أوكي. يحقلوا أنه بعض المنتجات تبقى أسعارها العادية، الركن آخر يخصصه للسولد، ما يديرش في المحل كامل باللي سولد، وكما قلت أنت توصل تقول له هذه القطعة يقول لك لا هذه ما هيش تخفيض. لازم وين يحط اللافتة تاع التخفيض ركن، ويكونوا المنتجات كامل اللي حطهم في الركن هذا خاضعين للتخفيض. الآن يعني نشوفوا احنا أنه يجب تحيين تشريع جزائري فيما يخص التخفيضات. لمحة فقط، شرع المشرع الجزائري إلى 4 أنواع من التخفيضات: البيع التخفيض بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع أو إفراغ المخزون عند يعني في المصانع مباشرة، يعني المصنع راح يسكر ولا حاجة عنده الحق يدي رخصة للتصفية، للتصفية للبيع مباشر، وما يسمى باليانصيب أو اللوتري، يعني نوع من أنواع. هذو الأربع أنواع موجودة. الآن نشوفوا باللي في الجزائر كما في العالم كامل ظهر ما يسمى بالبلاك فرايدي، الجمعة السوداء، وهي يعني طريقة ماركتينج جديدة انتشرت في العالم كامل وانتقلت للجزائر. احنا نشوفوا في المنظمة أنه يجب الآن تحيين القوانين، لأنه القانون صح مليح. اولا لماذا قلت لك انا قانون يخضع لرخصه؟ من اجل نتاكدوا انه هذا صح مداير تخفيض، موش تخفيض عباره عن اشهار بالتخفيض وهو وهمي. وصلتنا يعني عن طريق الصفحه الرسميه للمنظمه الكثير من الصور اللي تثبت انه يزيد في السعر، كان يبيعوا ب 1700 دينار يديروا ب 2000 ولا ب 3000 دينار ويهبطوا ل 1700. هذا تحايل على المستهلك. هو باع ب 1700 في النهايه، كان يحب يبيعوا ب 1700 وبالتخفيض يبيع ب 1700. انا وليد لك التخفيض هذيك تاع 9.9999 هذه وش السر تاعها؟ والله تخفيض 0.01 سنتيم. كاين واحد الطريقه تاع ماركتينغ تقول لك انه الارقام تجذب عين المشتري. يعني هما كي يحط لك مثلا، الان نعطيك مثلا تلفاز لما تحطه ب 80000 دينار. لما نشوف انا 80000 دينار ممكن ما نهتمش، بصح لما نديره ب 7999 دينار الفرح دينار. لكن في ذهنيه المستهلك ممكن انه نشدوا به شيء، يعني حيله تسويقيه. هذو كامل قانونية، عمليات تسويقيه ويعني قانونيه. اوكي. بالنسبه للمواسم اللي لازم يكون فيهم تخفيض اوقات، يعني عندنا التخفيض الشتوي قلت لك بين شهر ديسمبر شهر جانفي، والتخفيضات الصيفيه اللي تكون بين شهر جويلي وشهر اوت. اختياري من قبل التاجر ولا ضروري وملزم عليه انه يقوم بالتخفيضات الموسميه؟ لا هو اختياري. التاجر قد لا يعرض منتوجاته للتخفيضات. اوكي. لكن اذا حب
يدير التخفيض يجب أن يمر عن الطرق النظامية به يكون التخفيض قانوني. وإحنا في المنظمة اقترحنا على وزارة التجارة أنه تسن قانون إذا دار تاجر تخفيض لا يكفي الإشهار فقط للتخفيض، يجب استظهار أو تعليق الرخصة لديها من مديرية التجارة إثباتاً أنه تخفيض قانوني وحقيقي. يعني الآن إذا رحنا لهذه العملية يكفي أنه المستهلك يكون يعرف هذه المعلومة، لما يدخل المحل يلقى تخفيض يقول له أعطيني الرخصة ولا يلقاها معلقة يقول له تفضل، يتأكد بلي تخفيض قانوني يشري وهو هاني أنه ما كانش خداع ولا ما كانش عملية احتيال. كيف تكون المراقبة أستاذ فادي؟ المراقبة يحق للمراقبين تاع وزارة التجارة أنه في أي محل يشوفوا أنه معلن على عملية تخفيض أنه يدخلوا يطلبوا السجل التجاري أولاً، وثانياً الرخصة اللي ممنوحة من وزارة التجارة للتاجر للتخفيض. والإيكوميرس الإيكوميرس نفس الشيء، الإيكوميرس لأنه لما نقوله إيكوميرس هذا التاجر أو عنده مقر أو عنده مقر خلف الشاشة ولا في الواقع، أو عنده مقر وعنده سجل تجاري فيه العنوان تاعه، نروحوا للعنوان تاعه ونطلبه. كاين نقطة أخرى، لما يعني تواصلنا مع وزارة التجارة أنه يمكن التأكد، لأنه كل وزارة التجارة كل مدير التجارة عندها قائمة التجار الحائزين على موافقة التخفيضات، يمكن أنه مستهلك يدي عنوان ولا اسم تاجر ويروح لمدير التجارة يتأكد هل هذا التاجر عنده موافقة بالتخفيض ولا لا لا، وإذا ما كانش عنده موافقة بالتخفيض يمكنه تقديم شكوى. وش تكون العقوبات؟ عقوبات يعني هي العقوبات اللي تطبق في جميع أنواع، وهذه خاصة بممارسة عملية بدون موافقة رسمية، يعني تطبق عليه نفس العقوبات. يمكن يكون فيه شط من سجل تجاري، يعني ما يشتبوش من سجل تجاري لكن راح تطبق عليه عقوبة ممكن إحالته في حد، لأنه كاين مراحل في العقوبة. مدير التجارة دلك عقوبة غرامات مالية غرامة وتستدعيك للحل الودي، يعني تقبل بالعقوبة وتسلك كما نقولوا احنا الغرامة المالية والأمر مسوى. إذا رفض التاجر هذه التسوية يمكن نقل ملفه إلى العدالة ويصبح يعني تابع للعدالة وتتم محاكمته وش تحكم عليه العدالة. عدد الملصقات اللي نلقاوها في الواجهات هو مضبوط قانونيا ولا يحق للتاجر يحط يعمرها ملصقات؟ ما عندهاش ضابط قانوني، ما كانش ضابط. هذه نقطة، لكن لا يحق له أن وضع ملصقات إذا ما كانش عنده الرخصة، هذه نزيدوا نأكدوها. ايضا يجب عليه وضع الملصقات في الحيز المكاني اللي حط فيه المواد اللي خاضعه للصول، ماشي يحط في المحل كامل وانت تستوهم انه هذه السلعه فيها صول وهي ما فيها صول، لازم يوجه المستهلك انه هذا الركن فيه صول ويضع الملصقه الاشهاريه في المكان اللي فيه السلع اللي فيها تخفيضات. شكرا لك استاذ فادي، شكرا، نورتنا بحضورك واطلالتك واستفدنا كثيرا من خلال كل هذه التوصيات فيما يخص التخفيضات. اكيد مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، نروح مفترق الطرق لطفي تاع الشيف نديم. انا سانضم للشيف نديم، وانت وين تروحي؟ حنواصلوا في هاند ميد، دائما كنا تعرفنا على حرفيه قبل قليل، الان حنتعرفوا على حرفيه اخرى وحرفه جديده، راح نسبقك لطفي من بعد نلقاك عند الشيف نديم. شكرا لك استاذ، يعطيك الصحه. نذكر فقط المشاهدين برقم تليفون ايمان. اوكي، نذكركم مشاهدينا برقم التليفون اللي راح يظهر اسفل الشاشه، ولا حتى تقدروا تواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب وصفحتنا المختلفة. إذن هاند ميد مرة أخرى مع الحرفية الحاضرة معنا لنهار اليوم، حنتعرفوا على الصنعة ديالها والحرفة ديالها. سيدة غادة شيماء مكراز، صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح النور، واش راكي؟ لاباس. لاباس بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. نتعرفوا عليك أكثر سيداتي، وش نوع الحرفة اللي ديريها؟ أنا صانعة تحف، يعني ندير مختلف الحرف اليدوية. الله يبارك. طريز، الشمع، لاغيزين، الرسم الى اخره، يعني كل حرف يدوية، كل ما هو حرف يدوية. بديتيها صغيره وحبيتي هذا المجال؟ حبيت ملي كنت في الابتدائي. ملي كنت في الابتدائي كانت واحد ليميسيون تفوت في جو مي رابيل با ام 6 ولا تي اف سي با سورسي تاع فريدي سابين، كانوا عندهم كاميون لابوراتوار يمشيو به ويديروا فيه لي زيكسبيريونس. دونك شي طومبي اموغوز من تما في لا سيونس والحوايج هاند ميد. بديتي تسيي وتجربي؟ بديت نسيي مع الاول، ما على بالك احنا نشجعوا بزاف على لازم تقراي 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 الرسم تجي حا هذوما الى اخره، ما
رغم من أن الرسم يعني الواحد كي يتطور فيه موهبة كبيرة. أكيد صح. أبري كي كملت الجامعة عاودتي وليتي الحاجة اللي حبيتيها. وليت الحاجة اللي نحبها. الله يبارك عليك. اليوم واش راح نشوفو؟ نشوف بزاف أدوات ووسائل. هذا تاع لا ريزين كامل. حبيت من بين الحرف اليدوية اللي نقوم بها حبيت نبريزونتي لا ريزين باسكو هي معروفة بزاف وماهيش معروفة في نفس الوقت. يعني الناس يعرفوا كلمة لا ريزين مألوفة عندهم وإنما ما يعرفوش المادة هذه، ما يعرفوش كيفاش يخدموا بها، وسورتو كو هي تري توكسيك. دونك ميم ماشي يخدموا بها بزاف. نخدموا بها لي ديكور لي طابلو لي طابل كلش. واليوم واش حتخدمي بها؟ حنخدم لكم بها بوتي طابلو تاع امواج البحر. واش حتستعملي كامل؟ حنستعمل لا ريزين. فوالا لا ريزين والرمل. وين يقدروا يشريوها لا ريزين؟ كاينين دي باج في كونستانتين تلمسان الجي سطيف اونلاين. شي اونلاين. اوكي. كما هي متوفره في الولايه اللي انا فيها. انت من وين؟ اي ولايه؟ برج بوعريريت. الله يبارك. مرحبا بك. اذا قلنا لا ريزين وعندك لا ريزين رمل. رمل رمل اللي نديروه في الحجر هذاك في الاكواريوم. ميم الرمل تاع الصح يوصل. اوكي. المهم تكون حاجه سيك. لي كولور اكريليك تاع لا بينتور باش نديرو الرسمه تاعنا على الطابلو قبل، وباش نديرو لا كوش تاع لا ريزين. فوالا نسحقو دي لانجيت باسكو هي بزاف جايه لزجه الماده ما تروحش صعيبه شويه بالخف. دي غوبلي اون بلاستيك سي نيسيسير يكونوا اون بلاستيك، ما لازمش يكونوا كعب. فوالا لي كولور ليكيد سبيسيال تاع لا ريزين. دي بانسو و كاين اللي يجيهم ليرشو غالي. هذا وشو؟ ايرشو. موسيقي سيشوار. فوالا هو باش يخدم لنا امواج البحر، مي كاينين اللي يجيهم بزاف غالي بوغ ان ديبي. دونك جبت لهم البديل هو دي تيوب دي بايات. فوالا سما نوري لهم لا تكنيك كيفاش تخدم سون ليرشو، سما ماناش ما نسحقوش فيها ماتيريال كبير. ميم بو كونسيرنون لي غون اللي نستخدموهم لو ماسك كاين لازم ديري هاد لازم لو ماسك لازم يكون فيه لي فيلتر كونتر لي غاز توكسيك، ماشي اي ماسك برك، لازم ماسك كونتر لي غاز توكسيك. حنا لازم نديرو تاني الماسك ولا لا؟ نو كي تعود اول مره ما نورمال. اللي كديري بزاف العام الاول عادي، وانما مع الطوله راح تولي دير لاليرجي، دير لازم دير دير كونسيغوز. باتش. فوالا اذا هادو هما اغلب الوسائل اللي حتخدمي معاهم. حنا نخلوك تبداي تخدمي، اكيد مخرجنا راح يشوف ويتبع كامل الخطوات معك. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام مازلنا مواصلين معكم، بعد قليل راح نتلاقاو مع لطفي عيشوني في فقره دار لهنا مع الاستاذه مريم بزي، او نشوفوا لطفي قبل في الكوزينه. دار لهنا دار لهنا في كل بيت، اكيد مكان لهنا هو المطبخ صح، وين تكونوا مرتاحين وممنوع يكون فيه اخطاء، خصوصا الفتيات يعني العرسان الجدد العروس الجديده اللي تكون في البيت الكبير، اكيد انه تحب تبين قدراتها ومهاراتها في المطبخ صح. ممنوع اي خطا في المطبخ لانه راح تكون مرافقه اكيد من الشيف نديم، ويعطيكم العديد والكثير من التوصيات اللي تفيدكم في يومياتنا في يومياتكم. يوميات كل العرسان يعيشوها بحلوها مرها، وفتره الخطوبه ايضا هي من الفترات المهمه جدا والضروريه باش يتعرفوا العرسان على شخصيه كل واحد، وبالتالي يكون فيه زواج سعيد. ضوابط البيت الزوجي السعيد تكون محكومة في محطة دار لهنا أكيد. بحضور الأخصائية مريم والأستاذة في الشريعة أيضا والمختصة الاجتماعية مريم بزي، لكن بعد هذا الجينجل. مشاهدينا موضوعنا لنهار اليوم حنكملوا في السلسله اللي بديناها، كنا بدينا بالشوفه من بعد الخطبه، والان حنتكلموا على ما هي الاخطاء اللي يجب ان نتفاداوها اثناء فتره الخطبه. تفضلي استاذ.
صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الخير لطفي، ان شاء الله كامسكم وملاح وبخير بصحه وعافيه. كما تفضلتوا احنا في هذا الركن دار لهنا راهي المواضيع تسلسليه، ونشوفوا انه اصلا التاهيل الزواجي يعني فيه الكثير من المواضيع، والمشاهد يعني راهو يشوف انه فقط الخطبه يعني كمرحله فيها الكثير من الامور اللي لازم نطلع عليها. كاي مرحله من المراحل في الحياه، ماشي فقط الخطبه والزواج، كاين هناك بعض المشاكل وكاين هناك بعض الاخطاء اللي نطيحوا فيها. ففي كيما القطه والفأرة صح يبدا يترصد نعم صح، كل واحد يبدا يبحث عن نعم عن مشاكل الاخر. نعم اكيد. وفي مرحله الخطبات يعني تنتشر بزاف بعض الاخطاء. اول شيء عندنا طول مرحله الخطبه. واش معناتها طول مرحله الخطبه؟ انه الرجل والمراه يعني يبقوا مخطوبين لمده طويله، 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، وهذا الامر يعني للاسف بات منتشرا كثيرا. وكاين اللي عنده حجه، يا اما ماهوش قادر الان يفتح بيت ويحب انه يخطب هذه الفتاه، يقول لك باش ما يخطبهاش واحد اخر او نحط عليها اليد وما الى غير ذلك. وكاين يعني بداعي انه الان ماهوش مستعد كما قلت انه يفتح بيت. وكاين ايضا اللي يقول لك انا باش نتعرف على هذه الخطيبه اكثر، وهي ايضا تقول لك باش نتعرف عليه اكثر. وخليني نقول يعني 10 سنوات او حتى يعني اكثر تكون نعم في مرحله الخطبه لا تساوي شهر يعني تقضوها تحت سقف واحد. صح. صح. فمرحله الخطبه مهما طالت يعني ماشي راح تعرفك على هذا الانسان يعني الحقيقي، لانه العشره كما يقولوا في التشاوي هي اللي تبين لك هذا الانسان. فطول مرحله الخطبه تجيب لنا الكثير من المشاكل. وفي بعض الاحيان الرجل والمراه يعني يطيحوا في بعض المحرمات يعني للاسف، خصوصا اذا ما كانوش يعني بيناتهم عقد شرعي. ايضا عندنا الاختيار الخاطئ، يعني من بين الاخطاء اللي تكون في مرحله الخطبه هي الاختيار الخاطئ، انه المراه ما تعرفش واش راهي حابه تختار، والرجل ايضا يعني ممكن تختار للوالده تاعو او ممكن يختار اختيار عشوائي، فيلقى روحه مع انسانه ماهوش فاهمها وممكن ما راهوش حابها وما راهوش متقبلها، فقط حاب يرتبط. ممكن المجتمع يعني يطلب ذلك، او الام الوالده تاعو يعني ممكن سيفت عليه. وفي بعض الاحيان بزاف اللي راحوا خطبوا كما نقولوا داو البنت اللي تحبها الوالده، ولما توفات الوالده تاعهم يعني ذيك البنت كما نقولوا تركوها يعني في نص الطريق. يعني كاين بزاف قصص كما هذا الامر. ايضا عندنا معرفه ماضي الاخر، السعي لمعرفه ماضي الاخر، وهذا الموضوع بزاف تحدثت عليه، وكاين بزاف اللي رفضوا. كيفاش يقول لك الرجل انا ما نعرفش ماضي المراه، زعما واش دارت في حياتها، واش هي العلاقات ممكن اللي كانت فيها. فانا نقول اذا ربي سبحانه عفى عن ذنب عفى عن العبد لما يدير ذنب، يعني العائد من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف انت تريد ان تعرف مثلا الماضي المتعلق بهذه الفتاه؟ وبزاف فتيات تقول لك هل اخبره انه مثلا كانت عندي علاقات هكا عابره يعني جازت في حياتي، مع انه كانت النيه حاضره يعني للارتباط ام لا؟ فهناك رجل يعني تلقاه في هذا الامر موسوس بزاف، يعني يحب يعرف ويبقى يفتش 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 وماهوش راح يصدقها، حتى لو هي قالت انه مثلا انا لم يسبق لي ولا اني تعرفت على اي انسان، فهو راح يبقى يقولها لازم تحكي لي واش كان في الماضي تاعك. وهي ايضا ممكن تبدا تحب تفهم ماضيك انت كيفاش كنت عايش. فانا نقول يعني ما يهم الماضي، يهمنا الحاضر والمستقبل الذي سنعيشه مع هذا الانسان. عندنا ايضا الاحاديث العشوائيه. احنا قلنا في مرحله الخطبه لازم نحكيو امور تخص الزواج. الاحاديث العشوائيه ستجرنا يا اما للمشاكل يا اما نطيحوا في المحظور، يعني نحكيو في امور لا فائده منها ولا نفع منها. وخليني نقول انه من بعض الاحاديث العشوائيه انه لما يكونوا يحكيوا ممكن يتحدثوا على مساله الغيره اللي هي منتشره بزاف ما بين الخطيبين. قال وين رحتي؟ مع من رحتي؟ مثلا علاش ما قلتيليش؟ علاش ما خبرتيليش؟ مع انه الفتاه راهي مازالت في بيت اهلها وانت مازلت فقط يعني خطيب راك اجنبي عنها، فلا يحق لك انك مثلا تتحكم فيها او تتصرف فيها وين دخلت وين خرجت. فهذه الاحاديث العشوائيه يعني في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان تجرهم الى المشاكل. وعندنا ايضا نقطه اللي للاسف يعاني منها بزاف الخطاب هي الكذب.
في مرحلة الخطبة يكون بزاف بزاف كاذب، يعني يا إما يحاول هذا الخطيب أنه يعيش هذه الفتاة نعم إخفاء عيوب، يعيشها في يعني أحلام وردية، ولما تجي راح نعمل لك وراح ندير لك وكذا، والخطيبة يعني أيضا ممكن يعني تعدو بأمور لكن بعد الزواج يكتشفوا أمور أخرى، أو حتى خلينا نقولوا ما يروحوش بعد الزواج يعني ثم فقط في مرحلة الخطبة يكتشفوا عن أنفسهم يعني أمور ما تخليهمش يتواصلوا فيما بينهم. نعم إذا كانت هذه أبرز أخطاء. نعم أبرز الأخطاء، وعندنا أيضا الأخطاء اللي هي نقدر نقولوا تجاوزات شرعية في مرحلة الخطبة، مثلا الخلوة بين الخاطبين، الأحاديث اللي تجر كما قلت للحرام، وايضا الخروج يعني في الخارج يعني الخاطب والخطيبه يعني يخرجوا يتفسحوا، لاني دائما نقول انه الخطبه هي وعد بالزواج وهي مرحله للتعارف وليست مرحله انك تخرج مع هذه الخطيبه وكانه هي الزوجه تاعك يعني ودير كاي انسان مثلا يدير مع الزوجه تاعك. شكرا لك استاذه نورتينا بحضوركم واطلالتك، استفدنا كثيرا من خلال هذه التوصيات. القديم حبوا الجديد حبوا والقديم لا تفرط فيه، مثل شعبي جزائري أصيل. الجزائر فيها الكثير والعديد من المكنوزات اللي تعتبر قديمة وأصيلة، مليح أن نقوم بعملية التجديد والتحديث ونحافظ على الأصل. هذا الشيء اللي وقع واللي جرى بمدينة من مدن ولاية بجاية، بلدية تازمالت ببجاية لطفي، كما قلت حولوا معصرة تقليدية إلى معصرة عصرية. طبعا الروبورتاج راح يكون بإمضاء زميلنا ومراسلنا من بجاية ناصر هارون. تفضلوا. الجزائر اختار اليوم مرافقة الأخوين الرجدال من بلدية تازمالت بولاية بجاية اللذان أجريا تعديلات عميقة على معصرة تقليدية وطوروها إلى معصرة عصرية تشتغل بمعايير عالمية. أنا في الثالثة جينيراسيون أبخوند لأكتيفيتي غيني وزمور دونك لي جدوز نا ديمارين سكي لي زاني 50 نقول ده سعيد قدر ورنا أكيد نراك يجي أني سعيد دفالوريزي المنتج يجي دابور د تنخدم مثل دون لي نورم كنيز دقيا بس كي بون لنت دي موفيز ابيتيد تورا عندي لقن كيس بون قيث نتي د او كور دو تون دونك ان سكو كونسيرن سوا زمورا غينيا سماثي ديك السنة الغاشية نو من إلا قاس جينا ديالي صافوان في الزون اور كو نتا زمور ما تبغي تخمض اون بون كاليتي اون بون كاليتي دويل سولون لي نورم انترناسيونال الى قاسي ديك السكان كنيك تجرى نوثني لي نورم قرنا دونتر 24 48 اور ماكسيموم دوك نكون ديني لو بلو فيت بوسيبل اسي داوي ظل المنصرة كي تطلع ملا كينيا ونا شونجي السيستيم دونك نكس لي ساكنيا نسروجي دون دي كاس دونك دي شيم هذا كيف طلع من خويد اللي كاسه جيني دونك هذيك شمو زمور اذن سورك ديريكتور لا كاس يرجع تيك صحه ليكسترا فيرجا جيني ثورا بور فير اون ويل ليكسترا فيرجا كي دني غاكا كي الا قضي الزل كان كني دا جديد ازمور ذا غد ازمور ردي سوك سن قد تجرا كان كني هذا دي دا جديد دون دا قدا نتي نكس زيك وتنتا جوار الميغ اللي نلقى بيان سور باسكو ميغ اللي نلقى ذا غنادي ديتيريوري ما عندناش حنا عندنا بزاف يعني انا نشري على جماعه زيتون ونحيان يعني. معصره تقليديه تسمى شويه كانت تلقى فيه مورج تلقى فيه حاجه هذه الله يبارك يعني مليح انا عندي شو نقول العصريه احسن من ناحيه الخدمه مردود من ناحيه المردود ثاني والله يعني. والناس تتفرغ يعني كل واحد والراي نتاعو هذه المعصره النموذجيه تشتغل بتقنيات عاليه الدقه ويشترط صاحبها على الزبائن تفادي جرح حبة الزيتون ووضعه في الأكياس البلاستيكية حتى لا يتعرض للتخمر وثم القيام بعصره دقائق فقط من عملية الجني. أكاجون يخدم نكي جي توجور رومي اون كوز تيشكارين سورتو تيغاني هذو زيكني بوني ميد نشوان تيشكارين الخيشان تيشكارين الخيشان يسون بوكو بلوس ايري كو تيشكارين كيخدم انا كاكي تورث كاكي لاليمون البلاستيك مي ثانيا سي لي بلو كونسيي تخدم داخل لي كوجا نقد داخل لي كاس مثل كذا كيس صادير الى قد يدبو حلو الى قد يدبو غالو فوارز كيس وري خمرارة ساكيني كومونس تختيرين دي غنيا خاطرني سيلان باللي نزيتا كيني افيك لي سيونس افيك الجوجل لي زويل لي فيي زويل اكسترامان دو دوزون دا ساون
devient dangereuse. هذا وثمن سكان المنطقة ومختلف الزبائن مبادرة تطوير هذه المعصرة التي مكنت المستثمرين من رفع مستوى المنتج وتفادي تسجيل خسائر تذكر في عملية العصر الحديثة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نرحب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق تي في وبرنامجنا الخدماتي صباح الشروق، مكملين في استقبال ضيوفنا المميزين واستعراض محطاتنا المميزة أيضا التي ندخل من خلالها بيوت أحلى جمهور مشاهدي قناتنا واللي يختاروا دائما برنامجنا الصباحي صباح الشروق. فقرتنا الآن حنا هذه الفقرة اللي تعودتوا أن نستضيفوا فيها زملاء إعلاميين عزاز علينا وعزاز عليكم أيضا مشاهدينا الكرام، حتى درتوا معهم وتكتشفوا معنا الجانب الآخر منهم دائما. إذا مشاهدينا نتعرفوا على ضيفتنا المميزة الحاضرة معنا لنها اليوم، لكن بعد هذا الجينجل تفضلوا. ضيفتنا مسارها الإعلامي مسار طويل والمسافة قصيرة لبلاتو صباح الشروق، نحن لها كاع البلاتو اليوم، تنضم إلينا بلقيس تركي. صباح الخير يا بلقيس يا تركي، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، شرفتينا بك، وحشة كبيرة والله. أنتم اللي لكم وحشة كبيرة، والشروق لها وحشة أكبر، وأحلى صباح في بلاد الجزائر، وأحلى صباح لما نلتقي بزملاء أعزاز على قلبي وفي ديار الغربة، دائما كنت وحش الدير نشوفكم. وحنا متابعين تفاصيل حياتك أيضا من خلال ما تبدلتش لطفية، ما غيرت الأمومة، ما غيرت الزواج، ما شاء الله متأكدة إيمان والله يا بلقيس. يلا خلاص ما تغيرتش. جمال روحك حبيبتي، مرحبا روحك بيك جميلة حبيبتي في وسطنا وفي بيتك الشروق، يعني دارك الشروق. مشاهدينا أكيد توحشوا توحشوا طلتك. يوم بلقيس راح نعاود نقول لهم سنوات للوراء باش يعرفوا بلقيس كيفاش دخلت هذا المجال ووصلت اليوم يعني المكان اللي راي فيه. يعني كيفاش دخلت لهذا المجال؟ كانت في أواخر 2013 لما مثل أي طالب في الجزائر يكمل دراسة دياله ويحب أنه يدخل مجال مازال ما يعرفش شنو هو هذا المجال أصلا. يعني ممكن الفضل يعود للوالد، هو اللي قال لي فيه قنوات دخلت بزاف الساحة. شباب راهم يشوفوا فينا وراح يشوفوا الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، وبزاف اللي يبداو يحطوا في تعليقات ينتقدوا من خلالها المذيعين، يقول لك وصلوا بالوساطة. وصلوا بيستون. لا انت كان بيستون في حياتك؟ لا انا نقول لك الوالد كان قال لي شوفي كاين قنوات خاصة فتحت، كان يعني سنة 2012-13 كانت يعني بداية الانفتاح القنوات الفضائية. فأنا كنت قريت حقوق وشيء يعني ما درتش إعلان. لا ما درتش إعلان، قريت حقوق. فقال لي علاش لا جربي حظك. رحت وحطيت السي في، وبعدها بيوم لقيت يوسف نكاع، الزميل يوسف نكاع اللي نقدم له تحية كبيرة ليه. يوسف نكاع كان اتصل بيا قال لي أرواحي، وكان فيه بزاف يعني طلاب اللي كانوا قدموا سي في، واخترت أنا وزوج زملاء، واحد فيهم كمل المسيرة والثانية كانت يعني توقفت. وبعدها لقيت روحي في قنوات وقيت روحي في مجال. أنا شوف الصورة، بدايتي كانت مع النشرة الجوية. ليس استصغار ولا إنقاص من مكانة مقدمي النشرات الجوية، لكن بزاف من الشباب اللي تحصلوا على شهادات ودرسوا بالجامعات لما يتقدموا على وظيفة بقناة من القنوات يرفضوا أنهم يقدموا أحوال جوية ونشرة جوية، يقول يعني لك أنا أفضل نبدأ صحفي مباشرة. لا أنا لما كنت مقدمة للأحوال الجوية كما راكم تشوفوا في هذه الصورة كنت نخدم في القسم السياسي، كنت نغطي كنت صحفية وكنت مقدمة للنشرة الجوية. وللمعلومة فقط أن مقدمي النشرة الجوية في أوروبا وفي العالم كامل عندهم مكانة كبيرة في القنوات ومكانة كبيرة عند المشاهد، لأنه من أكبر الوجوه اللي نشوفوها كل يوم يعني في اليوم يعني الوجه هذا ونقعد نسناو فيه. يعني حتى النشرة الجوية مهمة كثير لينا لما خاصة لما نكونوا في الجزائر عندنا 4 سيزون في لا جورني. دونك مقدم وكاين بزاف اللي يترقبوا النشرة الجوية، يترقبوا في المذيعين اللي يقدموها في المذيعين. المذيعين بقاو راسخين في دهان، نحن كجزائريين للآن كنشوفوا أحوال جوية، جينا الشيخ فرحات ولا حميسو ولا يعني ناس اللي قعدوا ماركاونا. صح احنا في برنامج صباح الشروق خاصتنا ميتيو، ما عندناش هيا خلاص داكوغ رانينا. حبينا نشوفوا بلقيس تركي ولا مازالها شافيه على طريقه تقديم النشره الجويه. النشره الجويه فيها ضوابط كثيره. قالت لي زهور، معليش قالت لي زهور رئيسة التحريقات اللي وجدت لك واحد لي سيربريز. مي ومازال وين تفضل انا تفضلي بلقيس
وقفي يلا يعني احنا نفهمكم يعني النشره الجويه نرجعوك للسنوات الاولى في التقديم. النشره الجويه لو فون يكون اخضر ايه وعندنا تلفزيون وين تشوف نفسك بلا كارت يعني جوست موراك ف هيا خلينا واش نقولوا اليوم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في نشره الاحوال الجويه. أجواء راح تكون غائمة عموما على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية مع ترقب بعض القطرات بمناطق مثل قسنطينة. برافو شكرا. لا مازالني شافية شوية. واش أضافت لك الأحوال الجوية في مسيرتك؟ أحوال الجوية تذكرني بلقيس صغيرة، بلقيس اللي دخلت جديدة للإعلام، بلقيس اللي ما كانتش تعرف خبايا هذا المجال، بلقيس اللي كان همها هو فقط كيفاش تقدم نشرة الأحوال الجوية وتتعامل مع الكاميرا أيضا وكيفاش تتعامل مع الكاميرا وما يحصلش فيه أخطاء وما يحصلش فيه يعني ما كانتش هي على المباشر، ولكن كنت نحب أنه لما نقدمها تقول لي ماما ولا بابا والله غير كنتي مليحه اليوم وقدمتي نشره جويه في القمه. شفتي اول مره ليك البرنامج صباح الشروق؟ نشفى صباح الشروق؟ صباح الشروق. شوفي مراد بلقيس تشوفي كنت سميت بزاف بلقيس عيشوني بلقيس تركي كنتي صغيرة ما شاء الله عليك مازالك الان تاعي لا مازال صح. اول مرور لي على صباح الشروق كان معاك لطفي وهنا كنا نحكيو على برنامج ستار نيوز صح حكينا متذكر. على ستار نيوز حكينا على ستار نيوز حكينا على لبنان حكينا على الحصريات في ستار نيوز صح الوقت يمر والعلاقات اللي لازم تكون في أجندة كل مذيع وإعلامي وبلقيس من الإعلاميين اللي عندها أجندة مليئة جدا لا. بألمع نجوم الفن من خلال تجربتك صح بلقيس صح وتميزت في هذا المجال دوكا مستقرة بباريس بفرنسا صح. وتزوجتي ما شاء الله عليك صار عندك ابن ما شاء الله عليك بيتعامل ما شاء الله يا رب لكن بالرغم من ذلك ما قطعتيش على عالم الإعلام وبقيت فيه استمرارية يعني شوف أنا أولا قبل ما نحكي على ذهابي لفرنسا نحكي على الشروق لأنه الفترة اللي دخلت فيها القناة الشروق قناة شروق عندها فضل كبير عليا والأستاذ علي فضيل الله يرحمه ويسعده عنده فضل كبير عليا شروق هي اللي ساعدتني حتى نبرز أكثر والجو العام في قناة الشروق خلاني نمد أفضل ما عندي وما قدرتش يعني لما كنت رايحة نتزوج ورايحة لفرنسا كنت حكيت مع الأستاذ الله يرحمه قلت له أستاذ فقط يعني رايحة برك رجلي كوارتي ونعاود نولي راني ماشي حنقدر نخرج من الشروق فبعدها جات الكورونا بعدها أنا وقع فيه الحمل وولدت وكانت الجزائر يعني مع أزمة الكورونا كانوا المطارات مغلوقة والوالدية يعني حتى جاتهم كورونا وربي استر الحمد لله يعني ما صار لهم والو فكنت حابة نعاود ندخل الجزائر نعاود نولي الإعلام نعاود نشوف دارنا نعاود نولي لبلادي ورجعت بغني جزائري كانت في سنة 2000 صح كانت في سنة 2021 لما يعني فتحوا المطارات حسين فرجي يعيطوا لك وعرضوا عليك البرنامج يلا كان حسين فرجي اللي قدم له تحيه كبيره تحية لي. اتصل بيا حسين فرجي قال لي يحو لازم ترجعي دوكا يا طبلة طولتي دوكا كنت سعيده جدا لانه البرنامج كان في القمه برنامج محترم برنامج رائع جدا يعني كما عودتنا قناه الشروق ببرامجها الجميله والمتنوعه ويعني كانت تجربه رائعه جدا 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 وتعرفت على ناس ثاني يعني في قناه الشروق تعرفت على المواهب الجزائريه فكانت اضافه في الفني اكثر والثقافي انا في الفني اكثر والثقافي نحس روحي انه هذا هو مجالي فقلت لك تجربه غني جزائري ايضا كانت اضافه لمسيرتي وخلتني نعاود نقول اوف خلاص بلقيس لازم تعاودي ترجعي خلاص هذاك الرقاد خلاص الحياه الامومه فهم ماشي خلاص مي لازم تعاودي ترجعي للمجال لازم تعاودي ترجعي للعمل ديالك والزوج تاعك كان متفهم اكيد مازال الان يرافقك اكيد هو راه معايا هنايا في الجزائر تحيه كبيره ليه ايضا ابنك شحال في عمره الان عامين سنتين ما شاء الله مسؤوليه البيت ثقيله صح قيلة وحلوة ويعني جملة من الأحاسيس وخصوصا ربما الجزائري اللي يدي بنت بلاده وهو عايش في المهجر يتكل عليها أكثر
من حيث الاكل التقليدي الجزائري اللي يكون حاضر صح. العادات والتقاليد صح انا نتبع بلقيس في الستوري تاعها يعني عندها واحد اللمسه تشهيني يعني في الديكور وكذا باينه بلي شاطره يعني شوفوا ما نكذبش عليكم انا لما كنت عند اهلي ما كنت نطيب والو ماما سمحي لي لكن لما تزوجت اكتشفت مواهب الطبخ اللي عندي وحبيت يعني حبيت هذيك الفكره تاع البيت انا ما كنتش نخمم فيها بزاف بحكم يعني العمل ديالنا يعني نتوما راكم تشاطروني الراي لو ريتم دو في اللي عندنا بزاف ما عندناش وقت يعني وقت حتى باش نبينوا مواهبنا في الطبخ ولا في البيت ولا حتى انت لطفي نظن انه تلحق البيت تستنى برك باش ترقد تعبان فكانت هذه هي حياتي لكن لما لقيت نفسي في البيت ومع زوج ومسؤوليه اكتشفت مواهب كبيره لكن هذا يعود فضله اكيد للوالده نتاعها وهي بنت بسكره يعني بسكرية حرة بسكرية حرة يعلموا بناتهم يدخلوا المطبخ ملي يكونوا صغار ملي كنا صغار صح على بالك شوف والله العظيم كانت ماما تقول لي اني خايفه عليك هكا راح تزوجي راني خايفه عليك ويعني وجدت الزوج هكذا بواحد الكلمات قالت له هي تعرف الطيب انني علمتها وما نعرف والباقي عليك السمانه الاولى تاع الزواج عيط لها قال لها خالتي لانه هو ابن خالتي عيط لها قال لها خالتي سامحيني مي بنتك طيب تعرف الطيب كنت خايف من تعرف الطيب هاي نروح نشوف الشيف نديم الموسم اللي كنت ضيفة فيه في برنامج الصباحي كان شيف وقريب طحت وقريب طحت كان شيف حسين تربك بعيد والله ماني متذكرة الشيف حسين نظن وجهه تحية تحية كبيرة لي تحية كبيرة تفضلي معنا بلقيس لمطبخنا تفضلي إيمان جي معنا نروحوا هيا نروحوا مع بعض نروحوا للمطبخ نشوفوا الصباحي مع الشيف نديم لأنه راح تكون في مفاجآت في مطبخنا لضيفتنا ونجمتنا لها اليوم. اليوم واش راح نديروا لها شيف نادي؟ راح يدير لي واقيلا كويس تاع لي زيت. بما أنها بسكرية وبسكرة معروفة بالبهارات صح معروفة صح ولازم السيدة اللي تتعلم الطياب أول شيء تتعلمه تفرق بين البهارات. أيه صح؟ وشنو زعما حنديروا لي كويس تاع البهارات؟ تفضل الشيف. يلا الشيف. شيف نديم اليوم هو اللي حيدير الكويز والفقرة. هيا شيف نديم. نعم عندنا هنا أنواع من البهارات. لازم تشمينا كل واحد وتقول لنا وشنو هو هذا البهار. هذه حبة حلاوة سي صا؟ ماشي مش مليح. شيف نديم قلنا توب لا فلوب لا هذه هي الكرويه اصلا دقيقه برك معليش ندوق ماشي مفاد ديري الدوار بكبوكا كبده مشرمله مش مفاد الشرملي دقيقه كبده مشرمله والله صح بالكرويه الله مش مليح ما خلوني ندوق يلا هذا الفلفل الاحمر ولا عكري باين بصح لازم تذوقي لازم تذوقي ذوقي بالك لا يكون حار صح هذا الكرويه مانيش نقدر الحاره ما يكونش حار يا درا اذا حار ولا حلو هذه مجموعة من البهارات نعم صح مجموعة من البهارات بهارات الشاورما هذه نعم برافو 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 بسكرية ولا ماشي بسكرية مون بيان سور توب بيان سور نعم وري توب زعيط راه هذه ولا هذو ثاني مجموعة من الأعشاب استعملوهم في مش أعشاب عطرية إيبيس؟ نعم أصل حانوت مش أصل حانوت نو نو مجموعة من الأعشاب هذه تستعملها في اللحم ما هذه الحبق الحبق في البازيليك نعم صعبتها صعبتها لا 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 تعرف بزاف لي زيبي تعرف الطبخ الاخر صافي حبينا نديروا حاجات اللي تشابهوا بصح في الذوق يكون هذه اللي يبيع الحشيش هذا العطار اللي يخدم حقرتني حقرتني وش قاعد كوري نو هذا الكركم مي ماشي قاصح ماشي قاصح وي خاطر الكوري يجي قاصح على الكركم برافو قلت لك ايمان وهادو ثاني هادو ثاني ستوم لي هادو فلفل الحلو هذا جاب لي ربي زنجبيل زنجبيل شوف زنجبيل هذا كبير زنجبيل فلفل وملح برافو نديم حتمت لها ما رايت كما نقولوا حنا غلطت غير في وحده برك عندها 9 على 10 الله يبارك برافو شكرا برافو
خذ لي بلقيس. رايحه جايه رايحه جايه متعودة. بلقيس برنامجنا تفاعلي، عندنا التفاعل باش نذكر بك المشاهدين انهم يقدروا يتواصلوا معنا عبر ارقام الهاتف حتى تقدروا تهدروا مع بلقيس تركي. بلقيس زهوره يتاكد لي وتقول لي قولها علاقتك مع العائلة ديالك مع والديك خاصة. أنا نتفكر فترة كورونا كي كنتي بعيدة عليهم، فترة حمل يعني صعيبة، كيفاش جوزتيها؟ حبت بكيني؟ لا لا والله نديم. شفنا نديم بلقيس بيتوتية، هذا واش لاحظت؟ بيتوتية بزاف كثير كثير. علاقتي بالوالدية أنا بحكم أنه أنا الكبيرة ديالهم قريبة لهم بزاف، ونحسهم يعني باش نقول لك ما كانتي في البيت نحسها باينة على الأخت الكبرى مع خاوتي تكورة تانية البنات بزاف، حنا قراب لبعضنا. وهذا الشيء اللي زرعوا فينا الوالد والوالدة، أي شيء نتشاوروا عليه، أي شيء تلقانا مع بعض، وعمره في حياة واحد فينا يعني يمونك دو ريسبي الخوه ولا الختو. أما علاقتي بوالدية خصوصا الوالد فهي علاقة صديق الأخ الأب. كيفاش تقبل دخولك لبيتك الزوجي بيت الزوجية وخروجك من البيت العائلة؟ كانت صعيبة كثير بزاف عليه، كانت صعيبة بزاف خصوصا أنه فكرة بنته راح تروح للخارج. ونذكر أنه في هذيك الفترة كان خويا يعني الكبير ساكن في فرنسا، كان جا للعرس فطلع خويا لفرنسا، وخويا تاني اللي التحق بسلك الامن اللي كان مسافر رايح المنطقه الجنوبيه يخدم فيها، يعني كانت اول مره يفارق تاني البيت وانا رايحه لفرنسا. فنتذكر الوالد جا لي الغرفه وناض يبكي، يعني البيت فراغ، ما تحملش البيت فراغ، البيت فراغ عليهم. صح، ان شاء الله يقعد بيتكم دائما عام ان شاء الله. بلقيس باذن الله دور معنا مكالمه هاتفيه. نقولوا الو صباح الخير. الو 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 صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا، نورتنا بحضورك سيد محمد تركي والد الاعلاميه بلقيس تركي. نعم شكرا. صباح الخير بابا. فجتناك بلقيس في عادتي للبيت نتاعها كبير وشروق. شرفنا دائما بلقيس بيتها شروق. سلمك ان شاء الله. انا نقول لك عمو هكا. نقول لك بنتك يعني نظن هي شرف للعائله، هي فخر لكم وفخر لنا ايضا كاعلاميات. سي محمد حبيت فقط واش تقدر تقولنا حاجة على بنتك بلقيس تركي؟ على كل أو يسمع من التلفزيون. على كل بلقيس كانت قريبة لي جدا، وكانت مني كانت صغيرة خلاص مازال ما تنطقش، كنت حتى بحكم العمل نتاعي ممكن ندخل ال 12 تاع الليل نوضها باش نلعب بها كذا. هذيك العلاقه هذيك الحميميه تاع الصغر هذيك خلاتها حتى كبرت، حتى ملي كانت صغيره نهزها معايا في السياره هكذا ما تقدرش تسوق تحكم البولون ورجليها ما يوصلوش، يعني كان ارتباط كبير معاها حتى في وقت الدراسه، حتى كي تكون دائما نتابعها في الدراسه بحكم على كنا حتى اللهجه نتاعها بحكم التنقل نتاعها، على كل تربت الصغر نتاعها في تبسه وتنقلت على كل بحكم الظروف تبسه بير العاطر، حتى كي تنقلنا لقسنطينه كذا كانت كما يقولوا جاتها الظروف شويه نوعا ما صعيبه، بصح كانت في قسنطينه ثاني كانت تمارس الرياضه في صاد بن عبد الملك مع خوتها، اذا قلت لك كانت قربها معي في الصغر، حتى في الامتحانات كنت انا اللي نتابع الامتحانات نتاعها يعني اكثر من امها. صح. وانا حبيت نقول لك بابا من هذا المنبر حبيت نقول لك انت على بالك بلي انا متاثره بك بزاف بزاف بزاف، وعلى بالك بلي حتى اختيارك يعني كما يقولوا كانت قريبه جدا مني في الدراسه في الثانويه،
حتى في على كون كي التحقت بالثوب، رغم ان البكالوريا نتاعها كانت لغات. واخترت حقوق لانه هو درس حقوق. لغات الا ان في الجامعه ولات دارت حقوق على اساس انني انا نحمل شهاده ليسونس في الحقوق وكذا. كان حابني انه نلتحق بسلك. وعلى فكره كما كانت في الثانويه كانت تدير الشعر باللغه الانجليزيه. صح. ما شاء الله ما شاء الله. صح. كنت تتابع مسارها الاعلامي؟ في مسار الاعلامي على كل من بعد درجه انا كنت على كل يعني حتى الاعلام على كل كنت يعني معجب على كل عندي صحفيين اصدقاء وزملاء وكذا. ولهذا هي كانت ثانية عندها رغبة باش مشات الإعلام وكانت نقلت في عدة قنوات في تلفزيونية خاصة. ولكن قناة الشروق كانت هي الأكثر اللي خلتها تبرز خلتها تظهر. بالمناسبة لكن نرحموا على المدير العام علي فوضي الله يرحمه، كان نعم الرجال نعم الإعلاميين نعم المسؤولين، كان يعتبر كابنته حتى يعني كنا كما بلقيس شرفوها في لبنان في بيروت. صح. بحكم على اساس راهي احسن مقدمه برامج في الوطن العربي، كنت نقلت معنا لبيروت وشاهدت يعني كيفيه الصحفيين وبعض الاعلاميين حتى استضافوها في واحد القناه مانيش متذكر الاسم نتاعها لكن استضافوها. كانوا يعطين أهمية كبيرة للبرنامج هذا كان يكون تاع الشروق وعطين أهمية على أساس أن مجمع الشروق يعني كان بارز أكثر من القناة الوطنية. وانت رافقتها ما شاء الله عليك في كل محطاتها، لكن الآن جل ينوب عليك وهو زوجها. على كل صح على كل هي كما يقولوا الأساس على كل أنه هي اللي الذي تستمر فيها إذا كانت العائلة متكاملة ومتفاهمة. إن شاء الله. ربي وفقهم إن شاء الله وربي يهنيهم إن شاء الله. يقولوا عز الولد ولد الولد. علاقتك كيفاش راهي مع وليد بلقيس؟ والله على كل يشبه لها حتى من ناحية شكلية يشبه لها يعني من في في في, في كما يقولوا في عينيها في وجهها يشبه بلقيس. وحتى في الشخصية؟ ما مازال صغير مازال صغير غير كيما راهو كي كانت صغيره هي يجري شويه كي كانت صغيره هي كانت خفيفه ثقيله كانت خفيفه وكنت ناشطه ملي كانت صغيره بابا رغم ان بعدها كيما يقولوا ما من خوتها ولا خواتاتها كانت خوتها سمرقند صغيره يعني قريبه مني جدا ولكن كيما يقولوا تسمى عوضتني شويه على بلقيس وغيابها بابا. انا حبيت نقول لك اليوم لانه راك تشوف فيا حبيت نقول لك باللي نحبك بزاف نحب بيان سور ميم ماما ابي بلي راهي تشوف نحبكم بزاف وانت يا بابا حبيت نقول لك انه فخوره بيك فخوره بالمسيره ديالك وشي اللي قدمته للجزائر وفخوره انك انت والد الوالد ديالي ويعني عمري في حياتي صح ربي عطاني زوج وعطاني ابن ولكن شخص مثلك في حياتي على بالي باللي مانيش راح نلقى وعمري ما رايحه نلقى ونقول لك يا بابا ربي يخليك تاج فوق راسنا ان شاء الله يعني. ربي يطول ان شاء الله في عمرك ونحبك بزاف بزاف بابا ربي يحفظه ان شاء الله يا رب ويخليك لك كذا كاع اليوم ربي ان شاء الله يحفظهم لك ويخليهم لك تاج فوق راسك نضلنا معنا ايضا والدتك هكا باش نعدلوا بيناتهم سيده تركي صباح الخير اليوم صباح الخير سيدتي مرحبا بك صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا بك لاباس الحمد لله عندنا مثل شعبي جزائري يقول لك اقلب القدر على فمها القدر على فمها صحيح يعني بلقيس عندها شبه كبير مني في الطبع وفي الزيت حتاني ما شاء الله ما شاء الله لا نعم التربية والكل يشاهد لها بالخير بلقيس وش شعورك كنت تشوفي بنتك ما شاء الله عليها من الأسماء الإعلامية الجزائرية اللي تفتخر بها الساحة الإعلامية الجزائرية أكيد وتفتخر كل أم تحب أنه تشوف بنتها من خلال التلفزيون تشوفي نفسك من خلال بلقيس راني فوالا نشوف نفسي من خلال بلقيس أنا كي
كنت ندرس، كنت نورمالمون انا كنت سيونتيفيك، بدلت ادب عربي لاني من محبي اللغه العربيه، ومن كنت نطالع ونكتب ثاني الشعر بالعربي بالانجليزي. انا عندي امنيتي اني نكون صحفيه ولا كاتبه روائيه ما شاء الله. ولكن يعني عمري ما كانت في بالي باللي بلقيس تكون صحفيه، ولا ما كانتش يعني بلقيس دخولها للساحه الاعلاميه كان صدفه، سبحان الله صدفه. صح. كانت جايزه مع باباها، في باباها كان في حال المحاماه نتاعو في سعيد حمدين، كانت انا ذات قناه خاصه بجوار قناة النهار. يقول لك باللي ما تذكروش كانوا جايزين، كانوا قاريين جيست اكوتي تما، لانه الوالد كان عنده مكتب محمد قريب. هيا جوزي فوتي بالك عم دايرين اعلان، هما ديجا قراوا اعلان قبل. فاتت تما ومن بعد قالوا لهم باللي لوندما تكون حاضره وتجوز هذاك الاخر الكاستينغ ونجحت وعيطوا لها، احنا كي عيطوا لها ما صدقناش. انا ما كانتش يعني حطيتها تروح وما يعيطولهاش، ما شاء الله سبحان الله، داو النيميرو تاع التليفون تاعها وعاودوا عيطوا لها. من ثم كانت بدايه المسيره نتاعها كمقدمه احوال جويه، يعني كي جات لاتيلي الاول مره كانت فرحه كبيره، انا ما كنتش مصدقه. وكانت يعني كي تشوفها وكانها عندها ديجا تجربه في التقديم تاع الاحوال الجويه. علاه؟ باسكو بلقيس من اللي كانت صغيره عندها راسها خفيف، كانت ما تدرس المون، كانت صغيره في الابتدائي. كانت في الوقت هذاك عندنا قناه تاع زوبه اغتيال، تقعد مع خاوتها كي يكون عندي شغل ولا تحطها مع خاوتها تتفرج، ولا ربدت نصيبها تهضر اون المون، قسما بالله غير تهضر المانيه وتسمع الغناء بالالمون، هذا خلاص ما شاء الله ما شاء الله. رحت الاستاذه تاع في الابتدائي قلت لها تهضر اسكو راكم تدرسونا؟ قالت لي نو، وهي من هذيك تاع الرسوم المتحركه اللي كانت اللي كي تفرجوا. كان راسها خفيف بزاف، تقلد الاصوات، وكان عندها صوتها الشباب في الغناء وتقلد الاصوات تاع المغنيين بكري. ما شاء الله ما شاء الله. ويعني مع الوقت قلت كانت يعني دخولها للساحه الاعلاميه، ومن بعد بشويه بردت وعملت في قنوات عديده، قنوات جزائريه، واخيرا الشروق، وكنا فرحانين كي دخلت ما شاء الله الشروق. فخورين بها، فخورين وفرحانين كي سختو كي راهي في الشروق، وراني نشوف في بلقيس دوكا راهي في الدار في المنزل الحقيقي نتاعها هو الشروق. مرحبا بها. ضروري ان الاولياء لحنا. ضروري انه تكون فيه مرافقه من عند الاولياء باش يعززوا المواهب اللي تكون عند ابنائهم. وش هي الرساله اللي توجهها لكل الامهات لو يتابعوا في برنامجنا، وكيفاش تكون المرافقه الحقيقيه للابناء؟ المرافقة أنه يكون الإنسان الأم الوالدين يكونوا أصدقاء لأولادهم، يكونوا أصدقاء لأولادهم، ويفكروا يعني يكونوا أولاد صغار كما هما، ما يكونش يشوف أنه إنسان ناضج وأنا نفكر بالطريقة هذه لازم وليدي يفكر كما أنا. نو، السن عنده أحكام وكل واحد كيفاش يفكر، كاينه مراحل في الحياة، الطفولة، الشباب، يعني الشيخوخة، الإنسان تبدا طاقاته تقل، تبدا لازم نأمنوا بأبنائنا، الشباب هي مرحلة العنفوان تاع الإنسان، وتاع يكون ربما يتسرع ربما. إذا الوجود تاع الوالدين ضروري أنه المراقبة عن بعد ما يكونش هناك. إن شاء الله يا رب. وجودك معنا في برنامجنا إيمان، درنا وجودها في برنامجنا كان رائع من خلال المكالمة. شكرا لك سيدة تركي، يعطيك الصحة. ونشكر أيضا سيد، شكرا جزيلا طبقي. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، ربي يحفظكم ويطول عمركم ويفرحوا بها دائما. شكرا لك، للأسف لضيق الوقت. شكرا لك سيد، شكرا من ماماك. لا الكوبخون والله غير متفاهمة ومتفاهمين، وشفتوهما ما حبوش يقولوا القنوات الخاصة. بلقيس باش ما يزعفوش عليك، نعرف انتي قلتي لباباك نحبك وهذا نخلي. لا دوكا لازم نقول ماما تاني، باختصار ماما باللي نحبك بزاف بزاف، وماما حنينة، انسان شخص يعني حنين بزاف، و
وكانت يعني واقفة معايا في أصعب المراحل في حياتي. ويعني وجودها في حياتي كان غير قلب الموازين خلينا نقوله بعض المرات أنه إحنا نفكروا أننا رانا كبار ونأخذوا قرارات يعني مليح أن الواحد يكون واقف معك في حياتك. لكن ماما كانت واقفة. يعني واقفة معايا وكانت سند لي وقل لك يا ماما نحبك المتالك. بلقيس إحنا برنامجنا سند لكل شخص عنده موهبة حرفي يحب يبين قدراته ومهاراته. راح نشوفه راح تدي معك بلقيس وتشوفوا الحرفيه وراي لحظه نشوفوا نختموا مع الحرفيه من بعد حنروحوا مع بعض للمطبخ. تفضلي معايا بلقيس. اها بلقيس خليك تنشطي. هيا روحي. لا يا ايمان مع السيد. ها هذه الفقره اسمها هاند ميد. حتى شفنا الحرفيه واش صنعت لنا. شوفي الله يبارك صنعتها هذه اليوم الان دوكا الان. ما شاء الله الله يبارك. برافو عليك. يعني برافو يعطيك الصحه. شوفي الانام الجزائريه واش تقدر تصنع. وي سي هادو هما الحرات الجزائريه. الحرات الصح. شكرا جزيلا لك. ميرسي بكم. شكرا لكم. عليك وين يلقاك سوغ انستغرام ات جي ام كا جي او او اسباس ام كا. ان شاء الله يا رب يزيدوا يتعلموا منك اكثر ويشوفوا الصنعه ديالك. شكرا لك على الحضور. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا جزيلا. هيا حبيبتي بلقيس نروحوا عند لطفي. دوك يكملنا كلش بلقيس. لطفي يخا جونا ضيافه على خدعه. وحنا مازلنا ما كملناش نحضروا في الاطباق التقديم. العصير راه جاهز. هذا عصير تاع الخيار. عصير الخيار. اها حنجربوه نشوفو. انت مولات الدار. معليش ندوق. حضرت لي غطفت. هذا يعني مليح الواحد يدير ريجيم. نعم هذا تاع الخيار. تاع الخيار نعم. بالهين والله بالضبط. ما فيش مذاق الخيار. لا لا ما فيش كامل مذاق الخيار. قول قارص. نعم خاطر درنا شغل ديتوكس بالخيار والقارص زدنا له العسل. نعم عندنا لاسوب. عندنا لاسوب تاع الخيار كامل. بالخيار. عندنا سلطه تاع الخيار. كريمه تاع الخيار. والهيكا نخلو السيدة تدخ وتقول لنا معجون. بلقيس معجون. نعم حطينا معجون الخيار. انا راني حاب ندق لنا لاصوص. هذه تحلي باش تولي يعني معجون. واش رايك؟ معجون تشينا هذا ولا واش؟ تاع الخيار؟ نو والله. إذا معجون الخيار. سي انكرويابل. اعطيها ملعقه. خليك من المعجون. متاكد بلي هذا معجون الخيار؟ والله غير الخيار. بلقيس خليك من المعجون وذوقي لي لاصوب. لاصوب اليوم نحلى بالي جيم. راك على بالك حيمان. انا داير في بالي بلي الخيار ما يطيبش. نعم. وما تمسوش النار. بلقيس سخونه برك شويه. بلقيس بالعقل برك هي بردت شويه. يعطيك الصحة شيف. الله يسلمك. مذاق ولا أروع. ولا أروع. صدقوني. صحتك ربي. هذه العصوب تاع الخيار. تاع الخيار نعم. مذاق ولا أروع. آه. برافو نديم. برافو عليك شيف نديم. الله يسلمك لطفي ربي يخليك. الله يسلمك إيمان. بلقيس نورتينا. ربي يخليك. أنا اللي نشكرك اللي جيتينا اليوم. شكرا لك. ونورتينا بإطلالتك. أنا اللي نشكرك.